أعزائي مشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم ولقائنا الجديد مع ما وراء الأحداث وحلقة النهاردة الأربع في منتصف الأسبوع. النهاردة 1 أغسطس 2013. الحقيقة النهاردة معانا مجموعة أخبار يعني نقدر نقول نلخصها في موضوعين كبيرين. طبعا أول موضوع بيشغل المجتمع كله وآراء وردود أفعال مختلفة، مين هيفض الاعتصام وهيتفض امتى، ويا ترى الاعتصام هيتفض ولا مش هيتفض، ويا ترى ان يعني احنا الناس اللي راحت ونزلت كلها في مصر وفوضت الفريق اول عبد الفتاح السيسي لفض هذا الاعتصام، لماذا لم يتحرك بعد؟ ايه الاسرار؟ ايه الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش؟ طب امتى التوقيت؟ ولو ان طبعا في عندنا بيان النهارده لمجلس الوزراء بيقولوا فيه كده بما معناه ان خلاص ان شاء الله اقتربنا جدا على فض الاعتصام. ده الموضوع الأساسي الأول. الموضوع الثاني طبعا الزيارات المتكررة لوفود من الدول الأوروبية والأفريقية للمعزول مرسي. بصفة إيه هذه الزيارات؟ أشتون قعدت مع مرسي ساعتين، كون زيارة زي زيارة كاترين أشتون لمرسي دي ما تعديش بالساهل. بيقال إن كان قبل كده المفاوضات الدول الأوروبية ومفاوضات الاتحاد الأوروبي كانت زارت قبل كده اتنين بس حاليا لغاية دلوقتي، عزام اللي هو كان الجاسوس الإسرائيلي، وتاني واحد اتزار هو مرسي. يبقى في علامات استفهام كبيره. كمان في وفد من الدول الافريقيه والوفد الاتحاد الافريقي بيزور برضو او قال بيزور هيزور مرسي وكمان هيزور اعتصام رابعه. طيب ايه معنى ده؟ ايه دلاله ده؟ في كمان حضراتكم بلاغات بتطالب بانه يعني عدم السماح لهؤلاء لزياره المعزول مرسي، لانه باي صفه هذه الدول او الوفود من هذه الدول بتزور المعزول مرسي وعلى أي أساس؟ ده أكبر موضوعين معانا النهاردة. معانا كمان بعض الأمور اللي حاصلة في سيناء طبعا، ومازال إنه الحقيقة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والجيش بيحاربوا الإرهاب في سيناء. بالنسبة للإرهاب اللي هو بيأثر أو له تأثير ضار على الدول العربية كلها مش بس على سيناء، وهنا بتكمن على فكرة خطورة وعظمة يعني الوقوف أمام هذه الأعمال الإرهابية اللي بتحصل في سيناء. نبتدي مع حضراتكم، وأول حاجة حابة إن إحنا طبعا نلقيها على حضراتكم هذا البيان الهام، لأنه في أنباء إنه اقتربنا كثيرا جدا من فض الاعتصام. نص بيان مجلس الوزراء الذي ألقته الدكتورة دورية شرف الدين وزيرة الإعلام بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ومجلس الوزراء الرئيس الوزراء اجتمع مع الداخلية والجيش ومع الوزارة، وتضمن تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار إحكام الدستور والقانون تجاه اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة. ونص البيان نستمع إليه من الدكتورة دورية شرف الدين، وأركز بعد البيان مع حضراتكم على النقاط الهامة في هذا البيان الهام. وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلك واستنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون. إذن فهي دي أهم نقطة. معلش أنا يمكن سبقت الأيام، قلت لكم النهاردة 1 أغسطس، النهاردة 31 يوليو، لسه الشهر ما خلصش، لكن عموما إحنا بنخلص الأيام بسرعة. البيان يعني ركز على هذه الكلمة، كتير جدا علقوا على كلمة تكليف. تكليف يعني كده اعتقد انه انتهى الموضوع باذن الله، اقتربنا جدا من فض هذين الاعتصامين لما طبعا يعني رايناه من ان هم مش سلمين بالمره، اعمال ارهابيه، حفلات تعذيب بتتم في داخل هذين الاعتصامين وخصوصا رابعه، كم الاسلحه والعربيه اللي اكتشفت
بالأمس أيضا محملة بالأسلحة، وكانت قبل ما توصل لاعتصام رابعة. الكلام اللي بيتقال عن وجود أسلحة وصواريخ جيراد في الاعتصام، التهديدات بكل شتى الألوان وكل التهديدات صفوت حجازي، لدرجة أنه يتلفظ ويقول كلام صعب جدا. لو وزير الداخلية ده راجل يجي ويفض الاعتصام، وهو من إمتى راجل؟ كلام سخيف جدا جدا. في النهاية أنه هذين الاعتصامان يجب فضهما. مجلس الوزراء بعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظرا لما تمثله هذه الاوضاع من تهديد للامن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. يبقى عندنا تهديد للامن القومي المصري، دي جمله هامه جدا. ولذلك واستنادا الى التفويض الشعبي، دي الجمله الثانيه الهامه في هذا البيان، الهائل من الشعب للدوله في التعامل مع الارهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدوله وانهيار الوطن وحفاظا على الامن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وامان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزمه في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون. مفيش قانون في الدنيا ولا يجوا يقولوا لي بقى حقوق إنسان ولا حقوق مش عارف إيه، علشان خاطر إن اعتصامات زي كده بتهدد الأمن، اعتصامات بتوقف الطرق وتوقف حال البلد، اعتصامات مضايقة ومأثرة على السكان. أي اعتصام سلمي بيكون له مكان، والاعتصامات في كل العالم بمفروض إنه بيؤخذ قبلها إذن من الدولة، وإن في دولة ما هوياش دولتهم ولا دولة أهلهم وعشيرتهم، في دولة، والدولة دي المفروض إن، وهم كمان على فكرة مشكورين الحقيقة، يشكروا جدا، كانوا حاطين قانون للتظاهر الحقيقة، وحتى كتير جدا بيقولوا على فكرة هيتم التعامل مع هذا الاعتصام بقانون التظاهر اللي انتوا حطيتوه، وبنشكركم جدا، وبضاعتكم هترد ليكم، هنرد لكم البضاعة بتاعتكم اللي انتوا كنتوا عايزين توردوها للشعب المصري، فهنقول لكم اتفضلوا البضاعة بتاعتكم، لأنه الاعتصام اللي انتوا فيه ده مش سلمي. اعتصام ما ينفعش انكم تدخلوا بقى تيجوا على قنوات العالم كلها ونقعد نعيط ونبكي والحقوا بيضربوا فينا. الاعتصام اتقال وتنبه كده انه هيتم التعامل بالاعتصام بالقنابل الغاز المسيلة للدموع، بخراطيم المياه، اذا تم الاعتداء من داخل الاعتصام او اطلاق نيران هيتم الرد عليها. ما هو انت مش هتضربني ولا هتضرب الجيش والشرطه، والجيش والشرطه هيتفرجوا عليكم. ده اعزائي المشاهدين، بشكر زميلنا المخرج، ده الفيديو اللي كان انتشر بالامس. قواتنا الحقيقه قوات الداخليه تمكنوا من اكتشاف هذه العربيه المحمله، سياره نقل محمله بالكامل باسلحه كانت داخله الاعتصام رابعه، وتم كشفها ومصادره هذه الاسلحه قبل ان تدخل الاعتصام. تحيه وتقدير لرجالنا، رجال الداخليه والشرطه، وان شاء الله بنامل انه زي ما انتم شايفين، معلش نسمع بالصوت لانه في تسقيف وفرحه كبيره جدا بانهم اكتشفوا هذا الكم من الأسلحة. ربنا يكون معاهم، بندعو ان ربنا يوفقهم، وربنا يوفقهم لما هو في مصلحة الوطن. والأفلام والتمثيليات اللي بتتعمل مش هتخيل على حد، ودلوقتي احنا في وضع قوي جدا، مصر الآن في أقوى أوضاعها، لدرجة انه لو حضراتكم متابعين انه دلوقتي تقريبا في انه مصر تكون يا ترى هتستمر في تحالفها وتحالف أمريكا معاها، ولا هيبقى في الحلفاء الرئيسيين روسيا والصين، وده واضح جدا من الخبر اللي هقوله لحضراتكم الآن، وهو انه
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون وقف المساعدات لمصر بأغلبية 83 مقابل 13 صوت. في تصويت بأغلبية 83 عضو مقابل 13، 13 بس هم اللي رفضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون اللي تقدم به السيناتور الجمهوري راند بول لوقف المساعدات الأمريكية لمصر وتحويلها لتمويل مشاريع محلية للبنية التحتية في الولايات المتحدة اعتبارا من العام المقبل. كان مشروع القانون يستهدف وقف المساعدات المقدمة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار سنويا، ومنها 1.3 مليار دولار بتكون في صورة مساعدات عسكرية. على خلفية معارضة القانون الأمريكي تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلابا عسكريا، وهو ما لم تشر إليه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنه ينطبق على مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بناء على طلب الشعب المصري. قال السيناتور جون ماكين: من المهم ألا نرسل رسالة إلى مصر الآن تقول أننا نتخلى عنها. من المهم ومن الحيوي ومن الخطير أن يكون في مثل هذه الرسالة، لأن على طول دلوقتي روسيا والصين عارضين هذه المساعدات وبسخاء تام، والإمارات وزي ما حضراتكم شفتوا. وبالتالي يمكن خلينا بنقول الدول العربية اللي احنا بنتكلم هنا عن القوتين، قوة أمريكا وقوة روسيا والصين، هاتان القوتين دلوقتي بيشوفوا دلوقتي وبيحاولوا أن هم ياخدوا رضا الشعب المصري ورضا الإدارة المصرية والقوات المسلحة المصرية، وبالتالي تم رفض القانون اللي كان ان هم عايزين يوقفوا المعونات، وبالتالي هتستمر المعونه الامريكيه. وهذا الاستمرار في المعونه الامريكيه هم عارفين جدا قيمه هذا الاستمرار لما يليه من اهميه في العلاقات ما بين مصر وامريكا. اللي قاله جون ماكين بيقول انه المهم الا نرسل رساله الى مصر نقول اننا نتخلى عنها وهي تنزلق الى الفوضى وستشكل تهديدا للولايات المتحده. اما السيناتور ماركو روبيو قال، وهو منافس محتمل لبول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسه الامريكيه في عام 2016 القادم باذن الله، سعى الى حل وسط بالسعي الى اعاده هيكله المعونه المقدمه لمصر من اجل خدمه مصالح الولايات المتحده الامريكيه. محدش بيدي لحد معونه وهو مش عايز مقابلها، وبالتالي الجملة واضحة هنا، المعونة بما يعني تقدم من أجل خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أفضل. وبالتالي فانه لم يؤيد مقترح السيناتور بول، منضما في ذلك الى صقور الجمهوريين جون ماكين و لانسي جراهام اللذين قال أنهما يخططان لزيارة مصر الأسبوع المقبل بناء على طلب الرئيس باراك أوباما للحث على التعجيل بإجراء انتخابات جديدة، جنبا إلى جنب مع بول كروكر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، وأيضا جيم أنهلوف كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. إذن النتيجة كانت أنه رفض من الأغلبية من الكونجرس ان هو بوقف الاعانات اللي هتقدم لمصر، وبناء عليه ستستمر المعونات الامريكيه لمصر. لكن ما هو موقف مصر؟ لانه على الجانب الاخر لو حضراتكم شفنا المشهد في مصر، هناك نداءات كثيره جدا ودعوات كثيره جدا لانه يتم بكل قوه رفض هذه المعونه الامريكيه اللي بتجعلهم يتدخلوا في شؤون مصر. وبالتالي يعني عبد الحكيم عبد الناصر الحقيقه ابن عبد الزعيم جمال عبد الناصر بدا بحمله بالفعل لجمع توقيعات لرفض هذه المعونه التي تقدم الولايات المتحده الامريكيه. عبد الحليم أنديل أمس أيضا في لقائه مع عمرو أديب قال نفس الكلام. إذا في مصر هم عاملين وبيعملوا قاعدة الكونجرس وبيشوفوا مين الموافق ومين اللي مش موافق، لكن مصر طب إيه موقفها؟ مصر أعتقد إن هي ماشية في الإطار ده، لكن هنشوف طبعا رأي القوات المسلحة في هذا الأمر. لكن اعتقد ان برضو القوات المسلحه كانت اشارت ان هم بيعرفوا يتعاملوا مع سواء اسلحه جايه، الاسلحه المختلطه سواء كانت اسلحه جايه من الولايات المتحده الامريكيه او الاسلحه الروسيه. الجيش المصري مدرب على اي نوع من انواع الاسلحه، وبالتالي ايضا دي رساله للولايات المتحده ان احنا مش هنفضل مذلولين لكم، ولا احنا طالبين منكم المعونات والاسلحه لان احنا عندنا البديل. واعتقد ان دي فرصه جيده جدا ان يكون في تعاون مع القوتين العظمتين بشكل من الاشكال. و الهم الأكبر دلوقتي طبعا للقوات المسلحة ومحاربة الإرهاب، وأعتقد أن النقطة دي هتيجي في جدول أعماله المقبل بإذن الله. لو حبينا يعني نقول يعني
نأجل بس الأخبار السريعة شوية، لكن نشوف الموضوع الزيارات الأجنبية زي ما قلت لحضراتكم إن ده من الأمر الهام جدا واللي احنا محتاجين نناقشه في حلقتنا النهاردة مع ضيوفنا الكرام إن شاء الله لما يجوا معانا. زيارات أجنبية لمرسي في محبسه السري، الخارجية الأمريكية، الشعب المصري هو من يحدد مستقبل مرسي السياسي، وتركيا تفرض أولى العقوبات على مصر، والخارجية المصرية ترد. ثاني زيارة لأشتون خلال 12 يوم، تقابل الرئيس المعزول محمد مرسي وتجري معه مناقشات مفصلة لمدة ساعتين. مرسي يقرأ الصحف ويشاهد التلفزيون، وده الكلام اللي قالته كاترين أشتون. قالت متحدثة باسم كاترين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن أشتون التقت بالرئيس المعزول مساء الاثنين وأجرت مناقشات مفصلة لمدة ساعتين. قامت كاترين بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قالت إن الرئيس المصري يطلع على الصحف ويشاهد التلفزيون، وأضافت إنها حاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عن مرسي لعائلته. أوضحت إنها لم تكن لتزور القاهرة هذه المرة إلا بعد تأكدها من مقابلة مرسي. قالت أشتون إنها أخبرت مرسي إنها لا تستطيع التحدث نيابة عنه لأنه لن يكون بمقدوره تصويب ما تقوله إذا أخطأت. وقالت في مؤتمر صحفي مقتضب بالقاهرة في ختام زيارتها واللي كان معاها الدكتور محمد البردعي، قالت لم آت برسائل ولا لأخبر الأطراف بما عليها فعله، لدينا علاقات مع مختلف الأطراف، جئت للتحدث معها ولم آتي برسائل للحل بيد المصريين أنفسهم. أضافت كاثرين أعتقد أن مصر دولة عظمى أو عظيمة وينبغي أن تتحرك للأمام نحو انتخابات وحكم مدني وبناء مؤسساتها. أشتون أيضا كانت التقت بالفريق أول عبد الفتاح السيسي اللي اتخذ قرار عزل مرسي، وأجرت محادثات أيضا مع أعضاء الحكومة المؤقتة وممثلين عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. والحقيقة طبعا يعني كان هذا المؤتمر الصحفي بالنسبة اللي كان بالاشتراك مع الدكتور محمد البردعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، وكان قال ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس المعزول في العملية السياسية في المستقبل، قال لا أعتقد ذلك لأنه بعد ثورة 30 يونيو هناك مرحلة جديدة تصحيح لمسار الثورة، مرسي فشل لذلك لن يكون جزءا من العملية السياسية، لكن جماعة الإخوان المسلمون مرحب بهم للمشاركة أو مرحب بها للمشاركة في العملية السياسية ونتمنى أن يحدث ذلك. أيضا كان هناك سؤال آخر حول اعتبار الرئيس المعزول سجينا سياسيا، رد الدكتور محمد البردعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية وقال هناك اتهامات ضد الرئيس المعزول وهناك عدد آخر من المسجونين على ذمة اتهامات، أعتقد أنه عندما يتوقف العنف ويتم الدخول في حوار فإن كل الخيارات مفتوحة. طيب دلوقتي بس انا ليه رد، يعني احنا عندنا هنحاول نشوف جزء من هذا المؤتمر، وأتمنى أن يكون الجزء ده جاهز اللي هو فيه كلمة دكتور محمد البردعي اللي أنا قلت منها أجزاء دلوقتي لو جاهز معانا من الفيديوهات، لأنه الحقيقة كان فيه اهتمام برضو من النشطاء لجزئين والحقيقة ده مش هنهتم بيهم النهاردة، يعني هم اهتموا بأنه أشتون انسحبت من المؤتمر الصحفي مع البردعي قبل انتهائه بسبب موعد الطيارة، طب ويعني ما تنسحب بسبب موعد الطيارة، تعثر وسقوط البردعي بعد المؤتمر ده وارد أن أي حد يحصل كده، لكن أنا أتمنى بس من زمايلي لو ممكن نجهز الجزء اللي كان فيه تحدث دكتور محمد البردعي. يعني بس عايز اقول رد بسيط جدا، كلنا نتذكر بعد ثورة 25 يناير انه كان هناك نداءات قوية جدا جدا انه يتم عزل الحزب الوطني واعضاء الحزب الوطني ويتم عزل اي حد كان له علاقة بالحكومة السابقة بحكومة مبارك من العمل السياسي، وعدنا وعملنا قوانين وطلع بالفعل قانون وقت الانتخابات الرئاسية اللي كان خلى المرحوم اللواء عمر سليمان يخرج من سباق الانتخابات، بما معناه انه عزل سياسي وعزل اي حد كان بيعمل في اطار الحكومه السابقه حكومه مبارك انه ما ينفعش يشتغل في السياسه. طب لما تيجي ثوره 30 يونيو ضد الاخوان اللي هم في سنه واحده بس عملوا افظع من اللي عمله مبارك وحكومته في 30 سنه وحزبه الوطني، ويجي النهارده حزب الحريه والعداله والاسلحه اللي احنا بنشوفها وكل ده كله، يجي دكتور محمد البردعي ويقول ان احنا عايزين وبنحرص على ان جماعه الاخوان تستمر في العمل السياسي، لا والف لا، هذه الامور
تسببت في بلبلة كثيرة جدا، كتير جدا هاجموا دكتور محمد البرادعي هذه الأيام، ولا نعلم أيضا إذا كان هناك، لأنه في بعض الفيديوهات بعض الحاجات اللي بدأت تنتشر بالنسبة لدكتور محمد البرادعي، بعض التعليقات من كثيرين منهم مصطفى بكري منهم مجموعة كبيرة. الحكاية الحقيقة يعني ببساطة شديدة جدا أنه هذا الأمر لا يصح الحقيقة، أنك تقول لي أنه هذه الجماعة بعد ما أنتوا والجماعة دي كانت حريصة جدا كل الحرص أن هي تعزل هذا الفصيل، وقلنا ده فصيل سياسي والمفروض أنه ما يتمش عزله، وفي ناس قالوا كده وقال لك أن الناس اللي هم خلاص اتسجنوا واللي بيتحكموا هم دول اللي يتحملوا المسؤولية، إذا بالباقي قال لك لا نعمل عزل سياسي لكل الحزب الوطني. طب انت النهاردة بقى مش عايز تعمل عزل سياسي لجماعة من المفترض انه بنحاول نقول وانه في دلوقتي عريضة في البيت الابيض وكثير من المطالب بانه يتم ادراج هذه الجماعة لانها جماعة ارهابية لكل الاعمال اللي عملتها، تيجي وتقول لي يشتغلوا تاني في السياسة؟ اعتقد ان ده غير مقبول بالمرة الحقيقة، يعني ده وجهة نظر كثيرين منهم إبراهيم عيسى لسه من شوية أيضا كان قايل نفس الكلام، كتير قوي بيقولوا الكلام ده، إنه هذه الجماعة هي جماعة إرهابية وإحنا شفناهم وجربناهم وشفنا عمايلهم، ده كان ما كانش بس فساد مالي، ده كان فساد وإرهاب وإحنا كلنا مش هنقعد نعد التاني اللي إحنا اللي عانى منه الشعب المصري في هذا العام. طيب معانا اعتقد دلوقتي استاذ حمدي قشطه مسؤول العمل الجماهيري لحزب الدستور بالجيزه، برحب بحضرتك استاذ حمدي. طيب هرجوك بس تسمعني من التليفون، واعتقد ان حضرتك جئت في الوقت المناسب للرد على هذه الامور وعلى الراي الاخر والهجوم على دكتور محمد البرادعي. استاذ حمدي حضرتك سامعني؟ اهلا بحضرتك معانا. علشان بس الهجوم من اول من الخمس من في هجوم على دكتور محمد البرادعي كشخصيه هو، وفي هجوم على التصريح الاخير بعد جماعه الاخوان المسلمين من العالم السياسي. طيب احنا نبدا هسأل هستأذن حضرتك نبدأ بالهجوم، يعني حابب انك تسرد الهجوم الشخصي اولا. اوكي اتفضل، برضو تدينا فكره ليه تم هذا الهجوم وايه الدفاع بالنسبة للرد على هذا الهجوم وأيضا الاعتراض على التصريح الأخير في المؤتمر الصحفي. اتفضل أستاذ حمدي. بالنسبة للموضوع الشخصي دكتور محمد البرادعي، لحد فين ممكن دكتور محمد البرادعي كان أحد سنة 25 يناير، ولحد فين ممكن إن هو كان مساهم بقوة ويحب كان مساهم بقوة في النقطة الثالثة من ثورة 25 يناير وهي تظاهرة 30 يونيو وتحاولت بإسقاط الدستور أو بتعطيل الدستور وإسقاط الحاكم اللي كان الحاكم نفسه دكتور محمد البرادعي. أنا الصوت بس مش واصلني كويس أستاذ حمدي، بستأذن حضرتك معلش أستاذ حمدي، أنا مش سامع حضرتك كويس فبستأذن حضرتك، ولو كان برضو الموضوع من عندنا بس إن الصوت مش واضح معلش. طيب مش سامع حضرتك كويس يا أستاذ حمدي، فأنا آسفة ممكن نعاود الاتصال بحضرتك مرة تانية لأن أنا سامعة وش شوية في المكالمة، فمن فضلك بس هنعاود الاتصال بحضرتك مرة أخرى. وزي ما قلت لحضراتكم أعزائي المشاهدين إن ردود الأفعال دي من شأنها إنها تقسم الدنيا، إحنا مش عايزين ننقسم بس في نفس الوقت عايزين يكون في حقائق، وفي نفس الوقت نتمنى رد من الدكتور محمد البرادعي لأنه برضو إحنا تعودنا على الشفافية، ده حتى يعني كان دايما متابع أي حاجة وفي تويتر بيرد، فلما يكون في آراء ضده الآن يجب أن يرد هو شخصيا على هذه الأمور ويوضح وجهة نظره، والرد إحنا منتظرين كمان، يعني كتير جدا أعتقد وصلته كل هذه الأمور إنه أنت بتتكلم إزاي عن إن ده فصيل سياسي، فصيل سياسي ما إحنا شفنا دي ناس ملهاش في السياسة أصلا، كان كل هدفها من تكوينها الحزب وكل هدفها على مدى 80 عام إنها تحكم باسم الدين للتمكين لتوسيع نطاق الأعمال الدولية بتاعتهم اللي هي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وإحنا شايفين كل ثورات الربيع العربي بتؤكد هذا. يبقى حضرتك دكتور محمد البرادعي أكيد قاري الحاجات دي كلها، ما ينفعش برضو إن إحنا نقول إن إحنا خايفين منهم إن هم يقتلوا ولا لأ، خايفين. احنا فوضنا الفريق اول عبد الفتاح السيسي، كل الشعب المصري فوض عبد الفتاح السيسي علشان خاطر يحارب هذا الارهاب، ما ينفعش ان انا اشرك ناس سياسيا وهم ارهابيين، ما ينفعش ان انا اشركهم وانا عارفه ان هم معاهم اسلحه وان هم بيهددوا بالسلاح، لا يصح هذا، ما ينفعش فصيل سياسي يكون حاطط سلاحه في وشي ويقول لي انا هشترك معاك، وهو الحقيقه مش عايز يشترك، ده كان عايز يتمكن ويكون هو المنفرد بكل الامور في الدوله.
وكل ده احنا شفناه. فبتهيألي انه محتاجين رد واضح. احنا هنحاول مع الاستاذ حمدي ان احنا نفهم منه الردود بناء كمتحدث عن الدكتور محمد البرادعي، لكن احنا نتعشم هنصل لهذا، وهنطلب من الاستاذ حمدي انه يوصل هذه النداءات والاصوات بالمطالبه بان الدكتور محمد البرادعي هو شخصيا يجب ان يكون هناك مؤتمر صحفي ويستمع لكل الآراء ويرد عليها الحقيقة. يعني ده أقل شيء ممكن إن احنا نقوله. طيب على بال ما يجي أستاذ حمدي، لو ممكن نعرض جزء من المؤتمر الصحفي اللي كان صرح فيه الدكتور محمد البرادعي بهذه التصريحات، جزء صغير كده نسمعه مع بعض. Thank you, Dr. Bradley. Sam Lutters from AFP. Sorry, can I just say that I'm being told I have to go because I have to catch a plane that will not wait for me. So right. Forgive me. Okay, you'll take a couple of questions. He will carry on. Okay, okay, well, have a safe trip. So thank you. Thank you. معلش ده الجزء بتاع انسحابها، لكن الحقيقه انا كنت عايزه الجزء الثاني. بتمنى بس من فريق الاعداد يدوروا لي عليه من فضلكم، عشان محتاجه هذا الجزء اللي تحدث فيه الدكتور محمد البرادعي بهذه التصريحات. استاذ حمدي قشطه، برحب بحضرتك مره اخرى. استاذ حمدي مسؤول العمل الجماهيري لحزب الدستور بالجيزه، اهلا بحضرتك معايا. استاذ حمدي. الى حد ما ممكن بس نعلي الصوت شويه، لكن زي ما احنا كنا بنتكلم ان حضرتك يعني فندت الهجوم لجزئين، جزء هجوم شخصي على الدكتور محمد البرادعي، والجزء الاخر هو ردود افعال غاضبه على التصريحات الاخيره اللي كانت في المؤتمر الصحفي. نبدا بالهجوم على شخص دكتور محمد البرادعي. تمام. زي ما وضحت على حضرتك ان في بعض الرموز اللي كانت ضد ثوره 25 يناير بدات تظهر تاني على 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 الساحه الفكري الجديد، وتحاول ان هي تكون ثوره ضد ثوره. في بعض الاشخاص عارفينهم وكانوا ضد هذا والى اخره، واضح جدا ان هم كانوا ضد الثوره ديت، بداوا عايزين يشاوروا في ثوره 25 يناير. وكان من اهم ومنذ الناس اللي انا جبت معايا بلدي، فبداوا بالهجوم ورجعنا تاني لنغمه العليل، وكان معامله واحده مع الاخوان، عليل امريكا، نغمه اللي هو كان سبب في تدمير العراق. وطبعا اعتقد ان الكلام ده استهلك جدا وما كانش ليه. طيب هو في اضيف اليه كمان استاذ حمدي، اضيف اليه كمان ان هو في تواصل ما مع اسرائيل، والحقيقه كان اعتقد ده اللي اثاره كمان توفيق عكاشه يعني. ف يعني بما معناه ان احنا في امور دلوقتي، يعني هل حضرتك عايز تقول ان كل الكلام ده هو ضد شخص الدكتور محمد البرادعي على اعتبار ان هو رمز لثوره 25 يناير؟ هو احد من ثوره 25 يناير اللي فشت، وبعدين يعني انا بتحفظ بس على مصدر التصريح اللي هو تابع لاسرائيل، لان نفس المصدر شن الثوره كلها من اولها ل 25 يناير ما كانش فصيل، بدايه من اشخاص كانت تم يؤخذ للثوره وقاد منها الى كيانات شاركت زي كفايه 6 ابريل بتدريبها كان جاله ديمقراطيه او جاله الجميل احمد ماهر شن في كل الناس. لا بس احنا معلش استاذ حمدي، استاذ حمدي احمد ماهر، لا احمد ماهر دلوقتي والجزء بتاع 6 ابريل هذا الكلام صحيح، عشان بس احنا مش هنخوض فيه، لكن اعتقد انه انكشف دلوقتي الامور وانه 6 ابريل فيها توزيع ادوار، ناس بتتكلم هنا ناس بتتكلم هنا، فاتضح الان انه 6 ابريل في امور كثيره لن نخوض فيها الان. لكن عموما بغض النظر عن المصدر، انا يعني عايز اسمع وجهه نظر حضرتك انه الهجوم ده بتفسره حضرتك بايه؟ يعني الناس دي لو بتهاجم كلها بغض النظر عن مين هم، الهجوم ده ليه؟ وحضرتك ترد عليهم بايه؟ لا بس بالنسبه للهجوم على شخص دكتور البرادعي، انا بعتقد ده هجوم، بيحاول هجوم على ثوره 25 يناير نفسه، وبيحاول قلب الانقلاب على ثوره 25 يناير اللي الناس دي عايزين تعمله. ولكن طبعا احنا قايلين تماما ان ثوره 25 يناير هي الثوره الاساسيه، و30 منه هي احد اهم الموجات التاريخيه اللي حصلت في ثوره 25 يناير، اللي صححت المسار ورجعت مصر تاني من جديد عصابه ما حدش يختلف ان هي مبدأها الاساسي هو الارهاب. بالنسبه للتصريح، طبعا التصريح فيه ناس كثيره لها حق ان هي تعترض عليه، لان ممكن كل واحد يفهمه بطريقه استرسال معين. انا عن نفسي فهمت من دكتور محمد البلدوي ان هو بيوضعه لحاله من الاستقرار السياسي. ازاي؟ انا دلوقتي عندي قيادات ما
موجوده في جماعه الاخوان المسلمين مفيش عليها خلاف، زي ما كل بيقول زي ما كل زي ما بيقول ان هي بتضحي بشباب للاسف ممكن يكون عنده مبدا الطاعه العمياء للقيادات ديت، وان هم بيوصلوا لهم ده من اجل الاسلام او ده من اجل دينك او ده او 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 يعني بيستخبوا ويتغاروا حوالين الكلام ده خوفا من القبض عليهم او خوفا من ان هو يحصل محاسبه ليهم ومحاكمات ليهم. دكتور محمد البلاوي انا اعتقد انه قد حضرتك حضرتك شفت كلاس المؤتمر قال ان دكتور محمد مرسي ده امر بلاد المصريين ومش مفيش رجوع ليه تاني للسلطه، ولكن قصدي جماعه الاخوان المسلمين اللي بيتكلم على الشباب اللي ممكن يرجعوا تاني لخارج مصر او الفكر بتاعهم بس مع بدايه بعد تطويره وتنقيته من بعض الافكار الارهابيه اللي موجوده يرجعوا تاني. انا مش عايز يعني عمليه الاقصاء اللي حصلت من جماعه الاخوان المسلمين وشباب الثوره والتيار المدني اللي موجود وعمليه الاستقطاب الديني اللي حصلت في مصر، هو مش عايز يلجا ليه تاني، مش عايز ياكد في الكلام ده، مش عايز بعد كده بعد الاستقامه بعد الدستور يكون في برضه داخل مصر يرجع لامتى اخواني ولا انت ليبرالي ولا ولا عايزين كلمه مصر تسود. كما اعتقد يا دكتور محمد بلاوي انا وبعد محاكمه بعد محاكمه انا اسف بعد محاكمه جميع القيادات حتى في حمله حاليا دلوقتي بتطلع من 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 حزب الدستور اسمها نقطه من اول السبت نقطه من اول السبت اول احداثها هو محاكمه جميع من افسدوا الحياه السياسيه ومن ادى الى الضحايا والشهداء والمصابين بدايه من يوم 25 يناير بمرورا بحكم طنطاوي ووصولا الى محمد مرسي. دي اهم اهداف الحمله، ثم بعد كده نبتدي في ارساء قواعد وكتابه الدستور والحلول الاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده في البلد. طيب ممكن بقى استاذن حضرتك بتوصيل رساله للدكتور محمد البرادعي، ونتمنى انه يرد على هذه الرساله في مؤتمر صحفي، واحنا عاهدناه بان هو منفتح ويقبل النقاش والحوار، لانه دلوقتي بمنتهى البساطه احنا هنرجع تاني زي ما كان قال لك عصير الليمون وادوا فرصه للاخوان نجربهم. الاخوان هو تاريخ، تاريخ موجود وتاريخ دموي، الاخوان هم يعني هي دجمه، يعني تكوين معين له اهداف معينه بيتبع البنا وسيد قطب ونحن نعلم جميعا تاريخهم. ناخد عبد المنعم ابو الفتوح نموذج يا استاذ حمدي. عبد المنعم ابو الفتوح قال انا انعزلت او انفصلت عن جماعه الاخوان، ولكن الان ماذا اتضح؟ اتضح ان هو كان له دور ايضا. فارجو من حضرتك انك توصل هذه الرساله ان نحن كبرنامج ونحن ايضا كجزء من شعب مصر وكثيرين بيقولوا انه اشمعنى اتقال انه هيبقى في عزل وطني وعزل والكل سكت ومحدش اعترض على انه يكون في عزل للحزب اعضاء الحزب الوطني بالرغم ان هم ما عملوش نص ولا ربع اللي عملوه الاخوان، وان الاخوان ما ينفعش تيجي تقول لي نقطه ومن اول السطر مع فصيل عارف تاريخه. فارجو بس من حضرتك يكون في توضيح، وما ينفعش ان احنا نقول في قيادات اخوان كان ممسوح دماغها فاحنا هنتعامل معاها لان هم الكلام ده يعني عفوا بس احتملني حضرتك، ونرجو بس ان حضرتك توصله للدكتور محمد البرادعي، ونحن ننتظر كلنا وجميع الشعب المصري منتظر ان يكون في ردود على هذه الامور. ومش معنى ان هو قال لانه ما ينفعش يقول غير كده، يعني مش معنى ان هو قال انه ما فيش امكانيه لمشاركه الرئيس المعزول في العمليه السياسيه في المستقبل ان ده معناه انه لا، ده كلام يعني خرجت الملايين في الشارع المصري عشان تقول لهذا المعزول لا. فما ينفعش حد يجي يقول ان في امكانيه او ما فيش امكانيه وهي معلومه جيده. انا بشكر حضرتك سعه صدرك، وبعتذر ان انا يمكن اكون طولت. بس عايز اوضح بس نقطه صغيره، حته ان احنا ممكن يكون في قيادات ما تتحاسبش، احنا هنحاسب القيادات بس على الناس اللي رسخ مبدا في الاخر التعامل مع قيادات جماعه الاخوان المسلمين اللي قدم شبابهم الى هذه المرحله وقدم مصر الى هذه المرحله اللي احنا فيها ده ممنوع تماما تماما تماما، ولكن عايزين في الاخر نوصل الى نقطه هي نقطه التواصل الجماعي بين شباب مصر وبين القوى الموجوده في مصر لوصول لحاله من الانتاج وحاله من التطور في الحكم في مصر. الديمقراطيه لازم تكون تجمع جميع فصائل الشعب، مش عايزين نغلق غلطه الاخوان تاني ونعمل اقصاء لناس كثيره ورا الاخير، مش عايزين نستخدم القوى المكتوبه اللي استخدموها الواقع على الاخوان وعلى البال تدور الدوائر وجيه دلوقتي تاني نفس الموقف مع ان هم هيستهينوا طبعا بكل المقاييس، ولكن احنا مش عايزين نيجي في وقت ونقول احنا وافقنا على حاجه غلط، عايزين نثبت مبادئ، مبادئنا تكون ثابته. استخدام عنف مفرط لا، في الاول والاخر هو دم مصر ودم مصر كله حرام، لاخوان المسلمين سياسيا هم صفقه نفسهم سياسيا
ذات تشاؤم حقيقي، والكلمه مش لدى محمد البرادعي ولا حد كان بيتكلم في الشعب المصري، هو من نفسه قال لهم عايز الفكره اللي حضرتك عايزاها زي ما قلت مليون نزل وقال لكم لا مليون برضه في اي حاجه مش هتديهم صوتكم تاني، وهيكون ده خير دليل لاثبات الفشل. طيب اشكرك جدا لهذه الجمله، وان دي برضو بتؤكد ان طالما ناس فاشلين ازاي هيبقى في ليهم دور. هو احنا ما حدش يعني، لكن احنا بنقول عمل سياسي، ما هو انا ماليش مثلا دور في عمل سياسي دلوقتي كحكومه كحزب لكن الحقيقه القصه انك انت لما يكون في حد عندك فاشل سياسيا هتدخله ليه في اي حزب عشان يفشل او يجيب البلد لورا. انا بشكرك يا دكتور يا استاذ حمدي جدا، واعتقد انه هذا الكلام من كلام حضرتك بالرد، وانه الناس دي لما تبتدي تتعلم يعني ايه الوطنيه ويعني ايه انتماء للوطن تشتغل في السياسه، لكن هم حاليا ممسوح دماغهم تماما وما كانوش بياخدوا العمليه السياسيه كسياسه. واعتقد ان كل ده ظهر ويعني وواضح جدا دلوقتي لكل الشعب المصري. بشكر استاذ حمدي قشطه مسؤول اعمال الجماهير لحزب الدستور، وهو وعدنا انه هيوصل هذه الرساله للدكتور دكتور محمد البرادعي، وانتظار عشان احنا مش عايزين يكون في انقسامات، احنا عايزين ردود وشفافيه، واعتقد انه لازم الكل يرتاح في هذه الاوقات. طيب بالنسبه لو كملنا وحبينا ان احنا نقول الخارجيه الامريكيه بتقول بناء على بعد الزيارة بتاعت أشتون وبعد ما أجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالا هاتفيا مع الفوضية العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، صار جاءت تصريحات بتقول إن بيقولوا كده الشعب المصري هو من يحدد مستقبل مرسي السياسي، وإنه كمان كان في بعض المؤتمرات الصحفية وترد كده إنه أي أمر متروك بالنسبة للسياسة وبالنسبة لمصير محمد مرسي ده متروك للشعب المصري. ويعني بتقول انا اتحدث عن ملايين الناس، كانت اللي هي تصريحات المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه جينيفر ساكي، وكانت بتقول كده انه انا اتحدث عن ملايين الناس في مصر، ليس الولايات المتحده ان تحدد ما اذا كان له دور ومكان في عالم السياسه في مصر في المرحله القادمه، الامر متروك للشعب المصري. من اللقاءات ايضا اللي تمت مع الرئيس المعزول محمد مرسي هو لقاء استمر قرابه الساعه، كان للجنه الحكماء الافريقيه، ووفد لجنه الحكماء الافريقيه زار المعزول مرسي، وكان برئاسه الرئيس المالي السابق الف عمر كوناري بزياره للرئيس المعزول استمرت ساعه. رئيس لجنه الحكماء قال الوفد سمع ما يكفي لوصف 30 يونيو بانه ثوره شعبيه. رئيس مالي السابق قال تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي إجراء تحفظي وليس عقابي، والتقينا الرئيس المعزول. دي كانت تصريحات رئيس مالي السابق اللي هو كان بيرأس الوفد الحكماء الأفريقية لجنة الحكماء الأفريقية، وقال كده إن هو من استماعه مش لمرسي، طبعا مرسي وجماعته معتقدين إنه دي دانكلاب أو عايزين يبينوا للعالم دانكلاب عسكري، لكن الشعب المصري وكل الفصائل الأخرى غير الإخوان، لأن إحنا دلوقتي بينا شعب مصري وإخوان، الشعب المصري كله مقتنع ان دي ثوره. اسمعوا الحقيقه رئيس وفد لجنه الحكماء كلام كثير وهو اشاد بذلك، يؤكد انه اللي حصل دي ثوره شعبيه وليس انقلاب، وان تدخل الجيش ليس الوصول الى السلطه وانما لمنع اندلاع حرب اهليه، واكد كمان على انه قرار تعليق انشطه مصر في الاتحاد الافريقي لا يعتبر اجراء عقابي ولكنه يعتبر اجراء تحفظي لمساعده مفاوضات الاتحاد الافريقي للحصول على المعلومات وفتح الحوار. الحقيقة كمان أن وزير الخارجية الألماني طلب زيارة مرسي ولم يتلقى رد الرئاسة المصرية حتى الآن، وده كان من بوابة الأهرام، علمت أن وزير الخارجية الألماني فيلي طلب زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان وجوده الحالي، وذلك خلال زيارة الرئيس زيارة المسؤول الألماني لمصر خلال الساعات المقبلة. لم يتلقى الوزير الألماني ردا من الرئاسة المصرية حتى هذه اللحظة. طبعا يعني الحقيقة أنا مش قادرة أفهم، يعني في بلاغات زي ما قلت لحضراتكم كثيرة جدا، ما هي الصفة ويعني ايه هم عايزين يطمنوا على صحته، يعني ايه أشتون تقول يعني ان هي كانت بس عايزه تطمن العيله بتاعته على احواله، يعني كانها يعني ناس كانت حتى بتتريق وتقول لك ده كانها خالته كانت رايحه تزوره يعني. فاللي حاصل ده كان غريب جدا. نقطه ثانيه مهمه جدا، انه ليه الكلام ده ما اتعملش مع الرئيس مبارك؟ ليه سمعنا من امريكا على طول يجب انه يرحل مبارك فورا؟ الله، طب ما سمعناش الكلام ده ليه المرسي؟ ده انت بتتكلم على شعب واراده شعب وملايين طلعوا في الشوارع بيقولوا المرسي لا، والمفروض انك انت بيقولوا لك ان الحكم فشل وان اللي عملوه في مصر الفتره اللي فاتت دي كلها كان افظع من اللي اتعمل في 30 سنه. ليه الكلام ده ما اتعملش مع مبارك؟ ليه ما شفناش ناس قاعده بتطلب غير بس مجموعه المحامين اللي كانوا من الكويت هم اللي راحوا زاروه اللي هو قال لك هنترافع عنه؟ بس ما سمعناش اي حد من دول كلهم كده بالجمله كده انهم زاروا. والحقيقه طبعا الاشاره بانه هذا الشخص هو الشخص الثاني بعد عزام اللي زارته مفاوضات الاتحاد الاوروبي
يعني اعتقد ان ده بيوضح كلام كثير جدا بين السطور. طيب بالنسبه بقى لوضع تركيا، الحقيقه احنا عندنا موضوع غريب كده من تركيا، انها بتعاقب مصر على العزل مرسي، تجمد 27 من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مصر في التعليم والصحه والمواصلات، ووقع الاتفاقيات دي كانت وقعت اثناء زياره رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى مصر في العام الماضي. انتقد رئيس الوزراء التركي من سماهم بالصامتين تجاه المجزره لانهم شركاء في هذه الجريمه البشعه. تمت ارسال رساله شديده اللهجه من القاهرة إلى أنقرة، تم استدعاء السفير وإبلاغه إن ما يجري هو تجاوز للأعراف الدبلوماسية، هناك تدخل في الشؤون المصرية، هناك تصريحات غير ملائمة، هناك أمور كثيرة جدا صدرت من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الفترة السابقة، وبناء عليه تحية وتقدير للموقف المصري بأنه استدعاء السفير وإبلاغه أن اللي بيحصل ده تجاوز للأعراف الدبلوماسية. ذكر مصدر دبلوماسي أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية أبلغ السفير التركي حسين بوستالي أن التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأتراك مؤخرا تنطوي على تدخل صريح في الشؤون الداخلية المصرية وتمثل خرقا لكل الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل، وقال إن مصر أبلغت السفير أنه إذا كانت مصر تحترم علاقتها مع تركيا فأنه يتعين على الأخيرة أن تتعامل بنفس الأسلوب وأن تعلي المصلحة المشتركة للشعبين والدولتين فوق أي اعتبارات حزبية أو أيديولوجية. مصر تدرس بجدية واهتمام شديدين الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتجميد عدد كبير من البروتوكولات واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين. لكم أن تعلموا أن بيحدث في إسطنبول الآن ومنذ قليل أنه كان في شاشات كبيرة بتنقل العرض المباشر من اعتصام رابعة، وهناك هتافات وتأييد لهذا الاعتصام وتأييد للشرعية، وأنه يعني لو شفت المنظر ده اللي في اسطنبول يعني تقول أن ده إيه، ده امتداد للرابعة. فما يحدث ليس صحيح بالمرة، وإذا كان في مجموعة بتؤيد هذا الأمر في تركيا هذا لا يعني أن هناك أن يكون في تدخل يعني مش عايزه اوصفه باوصاف يعني كتير فاهمين المفروض نوصف التدخل ده بانهي وصف، وانه يجب على الحكومه التركيه الحقيقه تحترم نفسها وانه تحترم الاعراف الدبلوماسيه، واعتقد دي رساله بسيطه جدا لهذا الامر. نيجي بقى ونقول طبعا الامتداد لمرسي، والامتداد لمرسي في صوره الخطاب السابق لمبارك اللي قال يانا يا الفوضى. النهارده جاي علينا نجل مرسي ويقول لك انه لا مرسي لا الفوضى، وبالرغم من انه مبارك كان صحيح في هذا الامر وقال كده، وقال للحكومه الامريكيه انتم مش عارفين مصر وقال لهم كده، لكن واضح ان كانت الحكومه الامريكيه شايفه وعارفه، لكن كانت فاهمه وعامله اتفاقيات مع الاخوان. مبارك قال لهم لو انا مشيت الاخوان اللي هيجوا للحكم، ولو انا مشيت هيحصل فوضى، وفعلا حصل فوضى. لكن لما يجي نجل مرسي ويقول انه عائلتي وكل المصريين في خطر ووالدي مفتاح انهاء الفوضى، وحديث الببلاوي عن المعامله الحسنه مسحة، يبقى انت كده معلش عفوا ايها الاستاذ اسامة مرسي تعال على جنب شوية معلش. يعني الحقيقة ان التصريحات دي صرح بيها لشبكة CNN الاخبارية، وقال مرسي مدعوم باصوات الانتخابات شرعية، بس بيقول لك يعني انسى موضوع الشرعية ده. الان المصريون بالميادين يتساءلون اين صوتي واين رئيسي، بجد مش عارف انا ضحكت قوي على اين صوتي واين رئيسي دي، زي ما يكون ضايع منهم حاجه وزي ما بيدوروا على الشرعيه. وما يقوم به قاده الانقلاب هو قتل هؤلاء الاشخاص. مفيش حاجه اسمها قاده انقلاب، ده حضرتك ثوره شعبيه، واضح ان حضرتك ما بتشوفش ما بتلبسش يعني نظاره او محتاج تلبس نظاره عشان تشوف الاعداد. الحاجه الثانيه انه يعني هو متخيل ان لما يكرر الرساله دي يعني هيكون فيها جدوى، ما هي ما نفعتش لما اتقالت من مبارك، لان الشعب كان هو اقوى يعني اقوى مؤثر واقوى حاكم لاي دوله، واقوى مؤثر وفي الدستور كده الشعب هو اللي بيحكم. الحاجه الثانيه انه حضرتك هل انت مثلا قايل الكلام ده عشان متلقينه من امريكا مثلا ولا ايه؟ اعتقد يعني ما هو هي كلها ادوار بقى وبتتوزع. يعني عند سؤاله سؤال اسامه مرسي نجل المعزول مرسي ان كانت عائلته بخطر، قال بالطبع كل المصريين بخطر. كلمة كل المصريين بخطر دي يعني نحن بدولة بوليسية، هم مجرمون، ولا يوجد أي حقوق للإنسان في مصر، وأي شخص يقف ضد الانقلاب يمكن اعتقاله وسجنه وتعذيبه.
الرساله وصلت، ووصلت ان انتوا بتتاجروا بالدم لدرجه انكم بتتاجروا بالاطفال، لدرجه انكم بتلبسوا الاطفال اكفان بيضه ويمشوا بيها، بجايبين اطفال من ملجأ وماشيين بيهم في مظاهره زي كده، وبتحطهم في وش المدفع، جايبين طفل يمسك عباره كده ويرفعها ويقول اني ابي الشهيد وان انا هفضل على مسيره ابي او هحافظ على المسيره، او ولما تيجي تساله بنت بتعمل مراسله بتعمل لقاء بتقول له انت باباك اتوفى استشهد يعني واستشهد فينا؟ لا لا بابا عايش، امال ايه اللي انت ماسكه ده؟ قال لا لا انا ماسك دي بس عشان هم اللي ادوها لي. إذن أنتم فصيل، الكل يعلم الآن، كارت، كل حاجة بتستخدموها كارت، بتستخدموا الأطفال دلوقتي حقوق، جاي تتكلم عن حقوق الإنسان، طب بص لحقوق الطفل اللي أنت ملبسه أبيض وكاتب عليه مشروع شهيد، ومخلي طفل يطلع ويقول في ميكروفونات إن أنا عايز أقتل السيسي بإيدي، طب ده إيه؟ ده نسميه إيه؟ حقوق إنسان برضو؟ حقوق الطفل إن هو إنك تزج بالأطفال في مثل هذه الأعمال الإرهابية، وأطفال ملهاش أي حاجة ولا تفهم حاجة في السياسة وبتستخدمهم هذا الاستخدام عشان صوري يا كاميرات أمريكا، صوري يا كاميرات أوروبا، صوري يا حقوق إنسان. شوفي بس للأسف على فكرة لما شافوا الصور بتاعة الأطفال دي ما وقفوش معاكوا، وقفوا ضدكوا، لأن ده انتهاك لحقوق الطفل لسيادة المحترم الإخواني والقيادات الإخوانية، إن ما يحدث على في ربعة من انتهاك لحقوق الطفل فوق المستطاع، انك انت بتزج بالاطفال والنساء وبعدين يتقتلوا وتقول ان ايه، انه اصل الناس دي هم اللي هي اللي بتقتلهم، الناس الوحشه الدوله البوليسيه المجرمه دي هي اللي بتقتل، وده لا يصح ابدا ابدا ابدا. خلينا انقل، انا مجهزه لحضراتكم، مجهزين لحضراتكم النهارده قراءه في بعض الجرايد الاجنبيه، لكن خليني انا عايزه انقل طالما فتحنا الموضوع بتاع الاطفال ده، انه ده هام جدا ان احنا نتكلم عنه الحقيقه، لانه رقم 40 اغتيال براءة الأطفال، لأنه الحقيقة ده موضوع هام جدا. يعني اغتيال براءة الأطفال وبحثهم على موضوع وهم الشهادة، الإخوان يدفعون الأطفال لتتصدر المسيرات لاستغلال إصاباتهم إعلاميا، إدانات حقوقية ومجتمعية واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين لاستخدامهم الأطفال، بعض الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى الجماعة إثر دفعهم نسائهم لمقدمة المسيرات والتظاهرات والتي أسفرت عن مصر 4 من النساء في اشتباكات المنصورة الأخيرة، زادت القيادية الإخوانية عز الجرف التينة بلة أو بلة زي ما بيقولوا في خطبتها العصماء التي قالت فيها أنهم لن يبخلوا بالتضحية بأطفالهم شهداء حتى تعود مصر إلى ريادتها مرة أخرى. حرام عليكي، يعني أنت عايز تقتلي أطفال، يعني لو طفلك ده هترضي إنه يتعمل فيه كده؟ طب ما تضحي أنت بروحك، ما تسيبي الأطفال بحالهم. الطفل مش فاهم لسه حاجة، ما يمكن لما يكبر يعترض على اللي أنتوا كنتوا بتعملوه ده. أنت فاهمة حاجة معينة، أنت ناضجة وفاهمة، ضحي بنفسك. أقفي أنت في وش المدفع وقولي اقتلوني. يعني ما فيش مشكلة جدا خالص، لكن تقولي ان احنا هنضحي بالاطفال باي صفة، باي صفة انك تقولي هذا الكلام؟ زي ما انتم شايفين المشهد، الاطفال في مقدمة المسيرة لابسين اكفان. جدد المجلس القومي للطفولة والأمومة استنكاره لاستمرار مسلسل استغلال الأطفال من قبل الإخوان، معربا عن أسفه لانتهاك حقوق الطفل أو الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة لتحقيق مآرب شخصية، مخربين الوطن من أجل الاستمرار في حكم ترفضه جموع الشعب. أعرب فيليب دونيل ممثل منظمة اليونيسف في مصر في بيان له أمس الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة الدائرة في مصر خلال الأيام الماضية، وأيضا إزاء الصور المفزعة لأطفال يشاركون في الاحتجاجات السياسية في الميادين. وحذرت اليونيسف في بيانها من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير بدني ونفسي وسلبي على الأطفال لفترات طويلة الأمد. وداعية دعت منظمة اليونيسف جميع المصريين والجمعيات السياسية إلى عدم استغلال الأطفال لأغراض سياسية وحمايتهم من أي ضرر محتمل. نشوف حضراتكم الأطفال والمسيرة واللقاء مع الطفل اللي بيحمل اليافطة اللي بيقول فيها أبي الشهيد، وقد إيه إن ده بيقبض القلوب، وقد إيه أنا لما شفت المنظر ده الحقيقة انزعجت جدا وخفت قوي وحزنت إن دي ناس ما عندهاش قلب إن هي تخلي الأطفال يبقوا في هذه المقدمة، وحزنت أكتر لما سمعت وإنه في أنباء بتقول إن الأطفال دول من ملجأ أيتام. شوف مع بعض. عايش؟ طب هو انت ليه شايل اليافطة؟
طيب معلش انا عايز اعيد الحته الاخرانيه دي تاني عشان تشوفوا بس اليافطه، وممكن لو زميلنا نقف بس نعمل يعني نوقف الصوره بتاعه اليافطه عشان تقروا المكتوب عليها. وطبعا انا بحيي الذكاء المذيع، يعني هي دخلت عليه على طول قالت له والدك عايش، فدي الحياه مذيعه شاطره. طيب زي ما انتم شايفين، ابي ابي يا شهيد انا بعدك مش هحيد، يعني مش عن هي دي بس الجمله اللي انا الكلمه اللي انا كنت عايزه، انا بعدك مش هحيد، والدي والدي او ابي ابي يا شهيد. قد ايه طبعا الكلام ده لما يوصل، والحقيقه احنا بنتمنى ان كل هذه الاجزاء تترجم لاذاعتها الحقيقه وعرضها على حقوق الطفل وعلى كل المنظمات اللي هي اللي هم بعتوا لهم وقالوا لهم ان الحقوا احنا بنتقتل والحقوا نسائنا بتتقتل، عشان بس يشوفوا هم بيعملوا ايه، عشان يعرفوا ان لما النساء دي نزلت كان بيزج بيها في بدايه وفي مقدمه المسيرات، وزي ما قلنا كانت الاصابات من ورا، يعني مش بعيد واحد كان متضايق من زوجته او حاجه زي كده، يعني مش بعيد يعني ان هو كان مبسوط ان هي في اول المقدمه يعني ومفيش اي مشاكل ان هي تقتل. انا اسفه يعني بقول الكلام ده، بس الحقيقه يعني هو ده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نترجم الحاجات دي كلها وتتبعت بجد فعلا لكل الهيئات والمنظمات الدوليه لحقوق الانسان علشان يشوفوا اللي بيعملوه. وادي اللي احنا اليافطه اللي احنا شفناها، و كان في برضو يعني كاريكاتير واحد من معتصمي رابعة بيهدي لابنه كفن هدية للعيد. ما هي خلاص، ما هي دي اللي هتبقى هدية العيد القادم بقى يعني، ولا ايه؟ والمفروض ان الطفل يفرح بيها ويحس فعلا ان هو مشروع شهيد. هل يجوز ان يجبر الاطفال على ارتداء الاكفان والزج بهم في صراع سياسي واحيانا مسلح للمتاجرة بهم امام كاميرات الاعلام الاجنبي؟ ودي برضو تساؤلات بيطرحها الحقيقه نشطاء كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى ان احنا نوصل انه لا يجوز ابدا. ده الواحد دايما بيقول انا افدي ابني وبنتي بروحي، مش ان انا احطهم في الوش عشان يبقوا شهداء. يعني فين احساس الامومه والابوه انك انت بتقدم له بتخليه يبقى هو مشروع شهيد؟ مشروع شهيد ازاي؟ ده انا لما بتيجي رصاصة على العيل ده المفروض انت تحميه، مش تقدمه يبقى في المقدمه عشان يبقى مشروع شهيد. فعلا قد ايه هيبقى في تعب لمعالجه هؤلاء الاطفال نفسيا بعد كده، انت بتعلمهم ايه؟ زي ما بتعلموهم يمسكوا السلاح في القاعده وفي التدريبات اللي احنا بنشوفها، وتعلموا الاطفال الفلسطينيين من صغرهم ان هم يقتلوا. تخيل ان الطفل ده هيطلع يبقى بعد كده ايه؟ انت يعني قتلت فيه احساس الطفوله، قتلت فيه كل حاجه حلوه من وهو صغير لسه طالع للدنيا، بتقول له انت ممكن تموت وتموت علشان خاطر مين؟ عشان خاطر مرسي يبقى رئيس؟ عشان خاطر انتوا ترجعوا تحكموا تاني؟ يعني حتى بيموت من اجل هدف مثلا يعني؟ لا، ده علشان حاجه خبيثه في مخك انت وفي عقلك وفي قلبك انت بتقدم طفلك. مأساة الحقيقة. في بيان من يونسف حول ما يفعله الإخوان في الأطفال في اعتصام رابعة، وأعتقد أن البيان ده كان لو معانا الصورة بتاعته ممكن نعرضها، وإحنا كنا قرينا جزء من هذا البيان. زي ما أنتم شايفين جايبين الصور بتاعة مشروع شهيد والأطفال إزاي نايمين في الاعتصام بهذا العمل واللي لابسين أكفان، وبيقولوا كده أنه البيان حول حماية الأطفال في الأحداث الجارية في القاهرة، واليونسف بتعرب عن قلقها البالغ من الأمور اللي بتحصل دي كلها. ممكن أقرأ لحضراتكم أنه خلال، أنا مش قادرة أقرأ بس من بعيد، لكن أعتقد أن هو إزاء التقارير اللي تفيد بوجود أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المظاهرات العنيفة الدائرة في مصر خلال الأيام الماضية، وأيضا إزاء الصور المفزعة للأطفال يشاركون في الاحتجاجات السياسية في الميادين. حذرت اليونيسيف أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير بدني ونفسي سلبي على الأطفال لفترات طويلة، داعية جميع المصريين والجماعات السياسية إلى عدم استغلال الأطفال في تحقيق أغراض سياسية وحمايتهم من أي ضرر محتمل. نتمنى ان يكون في يعني استجابه لهذا النداء، ولو ان خلاص الناس دي الحقيقه يعني الله اعلم بيهم. طيب حاجه تانية، احنا طبعا بفكر حضراتكم ان احنا بعد الفاصل باذن الله هيكون لقائنا مع احداث سوريا، وهيكون معانا الاستاذ جوني عشي ايضا، لكن خلينا لغايه ما يكون معانا الفاصل نعرض على حضراتكم برضو امور هامه. خليني برضو اقول موضوع القرضاوي مفتي الناتو الارهابي. شيخ القرضاوي او من يطلق عليه شيخ الحقيقة للأسف الشديد ان هو بيتم يعني كل شوية دلوقتي نلاقيه تعالى يا عم اعمل لنا فتوى هنا،
وفتوى شمال وفتوى يمين، وبيكون هذه الفتاوي قابض عليها وقابض تمنها، والحقيقة يعني أمور صعبة جدا. توالت ردود الفعل المنتقدة لخطاب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. القرضاوي هاجم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وكمان اتكلم عن موقفه عن عزل الرئيس مرسي، ودعا لعودته، ودعا الجيش طبعا للرجوع عن موقفه. والقرضاوي كمان دعا جامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي ومنظمه الامم المتحده والاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي لاتخاذ موقف حاسم مما يحدث في مصر. يعني ده راجل بيطلب تدخل اجنبي يشكر يعني. وان تدعم انصار الرئيس المعزول مرسي وجماعه الاخوان، اضافه الى دعوته المسلمين في العالم ليكونوا شهداء في مصر. طب انت ليه ما تروحش تستشهد برضه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه لعزة الجرف، واللي بنقوله كل واحد منكم، واللي بنقوله لصفوت حجازي، واللي بنقوله يعني كل واحد منهم يطلع يتكلم يقول لك احنا عندنا شهداء. طب ما تروح انت تستشهد من اجل قضيتك، بتتكلم على الاخرين ليه؟ القرضاوي الحقيقه مفتي المارينز بيبرر قتل حماس لجماعه الشيخ السلفي ابو النور المقدسي للتخلص من المعارضه، وبنفكركم وبنقول هاتوا التاريخ واسمعوا التاريخ وشوفوا التاريخ عشان اللي يقول لي برضو ان جماعة الاخوان المسلمين تشارك سياسيا. تاريخ هؤلاء الناس معروف. ده فيديو من 2008، خلينا نستمع اليه مع بعض ونشوف بيقول ايه في هذا الفيديو. يعني للأسف طبعا حماس اضطرت ان تستخدم القوة. انا رأيتم يعني الراجل بيخطب وحوالينه المسلحين الملثمون بالملابس السوداء وبالرشاشات. ايش هذا الخطة بهذا الامر؟ هذا يعني اذا لم يكن الا الاسنة مركب فما حيلة المضطر الا ركوبه. خدتوا بالكم يعني؟ بس الفكرة ايه؟ انه مسلمين بيدعوا لقتل مسلمين لمسلمين. حماس ما فيش مشكلة ان حماس تقتل بيبرر قتل حماس لجماعة الشيخ السلفي ابو النور المقدسي. تبرير، كل حاجة عندهم ليها تبرير، وكل حاجة عندهم ليها فتوى. الصورة اللي كنا بنعرضها من شوية مكتوب فيها كده على لسانه: لو بعث محمد من جديد لوضع يده بيد الناتو. إنه شخص يرتدي، القرضاوي شخص بيرتدي عباءة الدين ويتحدث بلسان الشيطان، وده التعليق اللي معلقينه الحياة كل النشطاء. لو بعث محمد من جديد لوضع يده بيد الناتو. كاريكاتير ايضا لفتاوى القرضاوي، وزي ما انتم هنشوفوا مع بعض صوره اليد بتضع دولارات في جيبه فيخرج من جيبه فتوى في شكل صاروخ او من فمه صواريخ لقتل الناس. بيقبض علشان يطلع فتاوى ويقعد يغذي العقول دي بالقتل وبالدم يعني. فالحقيقه الكاريكاتير ده معبر جدا جدا يعني بجد. يعني انا مش عارفه مش ماضي اللي عامله، لكن الحقيقه اللي راسم الكاريكاتير ده قدر يوضح الصوره تماما، حتى بالناس اللي هي مصابه وبالدم ده من تحت، وانه يعني ما عندوش اي مشكله جدا ابدا ان الصواريخ دي توجه ناحيه مساجد وناحيه مسلمين، ما عندوش اي مشكله. وطبعا يعني برضو الصورة ليه وهو مع الحخامات اليهود وكله بيفكروا بأنك أنت حطيت إيدك ومديت إيدك مع اليهود وتعاونت وقبلات، وهذا من أفتى بقتال خير جنود الأرض أفيقوا يرحمكم الله قبل فوات الأوان. خير جنود الأرض طبعا اللي هم الجيش المصري. طيب في حاجة مهمة جدا قبل ما نطلع فاصل، وبس يعني أنا مش ناسية، هنعرض على حضراتكم التصريحات والأخبار من الصحف الأجنبية مع الأخبار اللي صادرة إن شاء الله غدا بعد لقائنا بالنسبة لسوريا بعد الفاصل. لكن خليني أقول لحضراتكم في حملة هامة جدا. أولا أنا سعيدة جدا لأن البيتيشن بتاع البيت الأبيض، أنا ما أعرفش زميلنا يقدر يجهزه ولا لأ، تفوق 100,000. إحنا كنا متفقين أنه 100,000 لغاية 6 أغسطس. ده بيتيشن عريضة معمولة كانت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، بحيث انه يتم مناقشه هذا الامر، ان احنا المطالبه بادراج جماعه الاخوان المسلمين انهم جماعه ارهابيه. ديكلير المسلم براذرهود از ا تيريست جروب. فالحقيقه يعني تحيه وتقدير لكل المصريين اللي نشروا هذا الامر، وانتشر بقوه جدا لدرجه ان احنا دلوقتي بقت تعدينا العدد المطلوب 120,000 تقريبا ويمكن اكتر.
لسه فاضل بيتيشن تو كونجرس احنا مازلنا مستمرين فيه، لسه فاضل الدعوه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها وان يتم ارسال خطابات للمفوضيات دي كلها بالنسبه لحقوق الانسان وفيديوهات علشان تبين ان الناس دي بتستغل اطفال وانه اللي بيحصل ده هم الجماعه الارهابيه. لسه برضو في اتصالات وتواصل مع اعضاء الكونجرس كل واحد في منطقته عشان نقول انه اللي حصل في مصر ده ثوره وليس انقلاب، وانه من فضلكم لا تتدخلوا في شؤون مصر. كل ده لسه بنعمله، لسه ان احنا نوصل الصوره حقيقيه، ان احنا نعمل فيديوهات ونحط عليها ترجمه باللغه الانجليزيه علشان خاطر توصل. ده حتى يعني معلش خلوني اقول بس سلمى اسمها سما المصري عامله اغنيه ضد اوباما والحقيقه عاملين ترجمه سبتايتل انجلش، يعني واخدين بالكم؟ يعني حتى هذه الفنانه يعني اللي بتعبر بطريقتها وكل واحد بيعبر بطريقته، لكن يعني عامله ترجمه. فما بال بقى ان احنا محتاجين كل الفيديوهات اللي بتوثق هذه المجازر، اللي بتوثق هذه الانتهاكات من جماعه الاخوان المسلمين، استغلالهم اطفال، استغلالهم للنساء، الامور اللي حصلت كلها في خلال العام وفي الفتره الاخيره دي بس كمان، والارهاب على سيناء وكل ده، لو سمحتوا نوثقوا في فيديوهات ونوثقوا عشان الناس دي لما بتشوف الصوره صوت والصوره بتفرق معاها كتير قوي. في بقى موقع كده لقينا إذ فجأة مجموعات من الصفحات الإسلامية قاعدة بتنشر حملة، الحملة دي علشان تقول إنه إن هي عايزين يحولوا السيسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبدأنا نلاقي بقى الناس المؤيدين الحقيقة للمعزول مرسي توقيعات توقيعات توقيعات، ووصلت التوقيعات كانت بتهيالي تعدت 50,000 حاجة زي كده. راح بسرعة نشطاء الجمال المصريين عاملين على نفس الموقع حملة أخرى، الحملة دي تثبت أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية وليس انقلابا. والحملة دي بدأت تنتشر أيضا، وبدعوكم أعزائي المشاهدين أيضا اللي قاعد، كل الناس اللي قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللينك موجود. وبرضو لو انتوا عايزيننا ان احنا يعني نبعت لكم، هل ده دي صورة مش كده، انا بس برجو من زميلنا لو احنا عندنا الموقع نفسه نشوف الاعداد كام، لان اعتقد ان دي صورة وان الاعداد كانت 3874 من الفيسبوك ومن الايميل معرفش كام وكام. الفكرة بس في الموضوع ده التوقيع ده عايزاه عشان نؤكد، وبيقال ان هذا الامر بيروح للمحكمة الجنائية الدولية. لا يعني دي صورة ولا ده الموقع نفسه؟ انا حاسة انها صورة. طيب ده الموقع نفسه يعني الاعداد لسه 3874. لا كده لسه يا شباب يا مصريين يا اللي قاعدين على الفيسبوك، فمن فضلكم اللينك سهل جدا برضو، اللي عايزنا هيلاقي اللينك موجود على صفحاتنا، صفحة النشرة، صفحة نشرة أخبار الكارما، وصفحة شارك نشرة أخبار الكارما، وصفحة الكارما. وبرضو هنحاول نسيبه هنا برضو مع زمايلنا، بحيث انه حضراتكم اللي عايز يبعت ايميل وهيترد عليه باللينك. اللينك ببساطة شديدة جدا بنقول انه سبب أهمية هذا الموضوع ان تتعرض مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة الوطنية لحمل التشويه وتزييف للحقائق وتشويه لثورة مصر والغالبية العظمى الكاسحة من أبناء وبنات الشعب المصري الذين ثاروا ورفضوا ولفظوا نظام حكم الإخوان في مصر. وتحاول كثير من الدول والحكومات على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالحهم وخدمة أجنداتهم في المنطقة، يحاولون ومستمرين في كل أنواع الضغط السياسي والإعلامي والاقتصادي على مصر وشعبها وجيشها بدعمهم ومساندتهم لنظام الإخوان الذي ثار عليه الشعب المصري والعظيم بطوفان بشري من المصريين والمصريات لم يشهده التاريخ. نطالب كل الأحرار والشرفاء في العالم لكشف هذه المخططات وتوضيح وشرح الحقائق لكافة شعوب العالم والحكومات. فده الحملة دي. الحملة الثانية إيقاف العريضة اللي هي الإخوان عاملين حملة لمحاكمة السيسي وبيجمعوا توقعات للموافقة عليها، ولازم نوقفهم بخطوتين صغيرين. تدخلوا على اللينك اللي وتنزلوا واللي هو يعني هتلاقوا سطر مكتوب بالأحمر إبلاغ عن عريضة غير ملائمة، يعني أنت هتوقع في العريضة دي وهتروح داخل على اللينك التاني بتاعهم اللي على نفس الموقع ده. الموقع ده تقريبا اسمه أفاز حاجة زي كده، avaz.org. هتروحوا الموقع ده كمان وتروحوا كاتبين فيه حاجة بالأحمر إن العريضة دي غير ملائمة اللي بيطالبوا بيها بتحويل السيسي للمحكمة الجنائية. هتدوس عليها هتظهر لك قائمة صغيرة، هتدوس على كلمة خطاب كراهية علشان توقف هذه العريضة. وبالتالي أعتقد إن ده مهم جدا جدا. طيب البيتيشن بتاعه الموقع الحقيقه بشكر يعني ان هم احنا كاتبين الخبر بس مش جايبين اللينك، يا ريت نبقى نجيب اللينك مره تانية علشان نوضح وصلت قد ايه. ما اعرفش زميلنا معاك اللينك ولا اللينك البيتيشن بتاع البيت الابيض. طيب
العريضة المرفوعة للبيت الأبيض علشان بتطالبهم بالاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. في ناس كمان الخبر هو بيقول إنهم وسط تقريبا 130 ألف توقيع. العريضة دي كان بنلتمس من إدارة أوباما أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية، والإخوان لديهم تاريخ طويل من عمليات القتل العنيفة إرهاب المعارضين، لها علاقات مباشرة مع معظم الجماعات الإرهابية مثل حماس. دعا كاتب بين من شخصيات البارزين بيتكلموا كمان بيوصفوا للحكومة الأمريكية والبيت الأبيض أنه الكتاب بتاع سيد قطب اللي هو معالم في الطريق هو الكتاب المقدس للعديد من الجماعات الإرهابية، وبيدعوهم أنهم يشوفوا الكتاب ده عشان يعرفوا التاريخ والفكر بتاع الجماعات الإخوان المسلمين. أيضا العريضة بتقول جماعة الإخوان في الأيام القليلة الماضية مستعدة للانخراط في العنف وقتل المدنيين الأبرياء من أجل إثارة الخوف في قلوب خصومها، وهذا هو الإرهاب حسب العريضة. والعريضة بتطالب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلن الإخوان المسلمين مجموعة إرهابية من أجل مستقبل أكثر أمنا بالنسبة لنا جميعا. طيب دي البيتيشن، لو هي مش معانا مش مشكلة، لكن احنا طبعا أنا بتمنى برضو ان احنا نكمل على فكرة، يعني عشان نعرف قد ايه انه احنا لسه معانا لغاية 6 أغسطس، فياريت نوصل ل 300 ألف وأكثر لغاية 6 أغسطس. ده باختصار كان الأخبار اللي معانا، وأعتقد يعني أعزائي المشاهدين ان احنا يعني محتاجين انه يعني بشكركم للمجهودات الجميله جدا لكل واحد وقع على هذه العريضه، عريضه البيت الابيض. بنتمنى العريضه الثانيه نوقع عليها ونحاول نعمل بلاغ او ريبورت ضد العريضه الثانيه بان ده غير ملائم وان دي كراهيه. ارجوكم ان انتم تنتظرونا، عندنا بعد الفاصل ان شاء الله هيكون الفقره الخاصه باحداث سوريا وما يحدث الان في سوريا، واعتقد على مستوى العالم دلوقتي احنا بطريقه ما بنربط الاحداث اللي ما بين سوريا وما بين مصر، وطبعا كمان زي ما حضراتكم شايفين تونس كمان في اعتصامات واضرابات وخروج برضو في الشوارع للالافات، وكله برضو بيعترض على جماعه الاخوان المسلمين والحكم الاخوان المسلمين، وايضا على الإرهاب اللي قتل 2 من المعارضة بالنسبة لهم لغاية دلوقتي اغتالت أسلحة الإرهاب 2 من المعارضة التونسية. وأعتقد أن الكل مكمل إن شاء الله، ولو توحد العالم كله ضد هذا الإرهاب إن شاء الله هينتهي إرهاب هذه الجماعة. فاصل أعزائي المشاهدين، وانتظرونا لاستكمال فقراتنا بعد الفاصل. مشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم في تغطية للأحداث اللي سبقت خلال الأيام اللي فاتت، والنهاردة 31 يوليو 2013، وكنا مع حضراتكم في الجزء الأول ناقشنا موضوعين مهمين جدا. موضوع طبعا هنفض الاعتصام ولا مش هنفضه، وكان جاء علينا البيان بيان رئاسة الوزراء بأنه خلاص في تكليف لوزير الداخلية بفض الاعتصام، وهناك بعض الأنباء دلوقتي اللي بتقول إن تقريبا يعني إحنا على وشك هذا الأمر. الحاجة الثانية وكانت الهامة جدا اللي هو الوفود من الدول الأوروبية لمقابلة المعزول مرسي، وبأي صفة وليه، وده كان موضوع أيضا من الموضوعات الخطيرة. اتكلمنا عن أنه التصويت بالنسبة للشيوخ مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه الأغلبية رفضت أنه ما يبقاش فيه يعني منع أو منع الإعانة الأمريكية، بمعناه يعني في النهاية أنه عايزين يبقى فيه استمرار للمعونة الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا تحدثنا عن الانتهاكات اللي بتمارسها جماعة الإخوان المسلمين، وتعريض الأطفال لأن هم يكونوا في المقدمة، تعريضهم للخطر، إن هم بيقدموهم كمشروع شهيد، وقد إيه إن ده يعني بيزعج جميع المنظمات العالمية وأزعجهم بالفعل. وهناك بيانات كانت بيان من يونيسف، وطلب برضو طلبت من حضراتكم إن احنا نستكمل في التوقعات لشبابنا الجميل والناس الجميلة
الجميلة اللي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو من خلال الإيميل، من خلال أيضا التويتر، العرائض اللي هم العريضة اللي كانوا هم عاملينها علشان الإيه يتقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي المحكمة الجنائية، وإن إحنا بدأ النشطاء عملوا عريضة مقاومة لهذه العريضة، وأيضا الدعوة لإنه يتم إنه نحاول نعمل تقرير ضد هذه العريضة اللي هم عايزين يحولوا فيها السيسي المحكمة الجنائية الدولية. طيب دي كانت باختصار، وإحنا في انتظار أن يكون ينضم إلينا، عايزين نتكلم مع حضراتكم عن أحداث سوريا. وطبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم في هذا الوقت احنا بالنسبه لنا موضوع سوريا واللي بيحصل في سوريا والارهاب وجماعه الجهاد والنصره والجيش السوري الحر وكل هذه الامور نتمنى ان يتضح للجميع، وده اللي احنا بنحاول نعمله من خلال فقرتنا بالنسبه لتخطيط احداث سوريا، ان بنحاول نجيب لحضراتكم الجانب الذي لا تعرضه المحطات العالميه سواء كانت المحطات الأمريكية، وطبعا أنها بتستقي للأسف الشديد كل أخبارها من قناة الجزيرة المغرضة، وهو ده اللي بيحصل. وإحنا طبعا سعداء كمان بتحول القناة العربية، الحقيقة القناة العربية كان ليها موقف حلو الفترة اللي فاتت من تحول أو قدرت تشوف الحقيقة بالنسبة لأحداث مصر، وبدأت تعمل تقارير ومحادثات بتبين قد إيه انتهاك هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، و للحقوق المصريين والقتل والتعذيب وكل ده. نتمنى ان بالنسبه لموضوع سوريا يصلها ايضا الحقائق وان هي تبقى معانا في الموضوع ده. طيب في طبعا كان في يعني طيب احنا معانا دلوقتي الاستاذ جوني عشي، وهو مشكور الحقيقه بيتعب معانا في اعداد هذه الفقره لعرض على حضراتكم الحقائق الخاصه بما يحدث في سوريا هذه الايام. استاذ جوني برحب بحضرتك معانا. استاذ جوني؟ نعم، اهلا بحضرتك معانا، والحقيقه طبعا يعني بنشكر حضرتك لتعبك معانا في هذا الملف. وتحب يعني نبدا بايه مع حضرتك بالنسبه لتغطيه الامور اللي بتحدث في سوريا هذه الايام؟ طبعا في حدث كبير هذا الاسبوع هو مجزره كبيره بمدينه بقريه خان العسل. واهم شيء بدايه انه بكره طبعا هو 1 اغسطس 1 اب هو بيكون عيد الجيش العربي السوري ذكرى تاسيسهم، وانا اريد ان اوجه باسمي وباسم كل السوريين في الوطن وفي المغترب تحيه اجلال واكبار الى ابطال جيشنا البواسل الذين يقومون كل يوم بواجبهم الوطني ويقدمون ارواحهم قرابين من اجل ان تحيا سوريا الام. طبعا هذه المؤسسة العسكرية الوطنية التي كانت مستهدفة منذ اليوم الأول من اندلاع الأزمة في الإعلام المغرض دعوة أنها تقتل شعبها، يتهمونها بأنها كانت تدعى بكتائب الأسد وجيش الأسد، بينما القاسي والداني يعلم أن هذا الجيش العربي السوري هو جيش مناقبي من كل المدن وكل القرى السورية ومن كل الطوائف السورية، بينما كانوا يطلقون على الإرهابيين بالمعارضة المسلحة، ومصطلح معارضة هو طبعا مصطلح إيجابي، كل الشعوب والمجتمعات لها الحق أن يكون لديها معارضة، ونحن نتشرف بالكثير من المعارضين السوريين في سوريا، لكن من حمل السلاح في وجه هذا الجيش ومن قام بالقتل والذبح وقطع الرؤوس باسم الدين، هؤلاء إرهابيين خونة مجرمين لا يمكن لأحد أن يقف بصفهم. يعني مثل ما يفعلون الآن أستاذ جوني، يعني مثل ما يفعلون الآن وفتاوي ملك رضاوي لقتل الجنود المصريين هم فعلوها في بداية الأمر في سوريا، قتلوا الجنود ودعوا لقتل الجنود وعلى أنه هذا الجيش هو اللي بيحاربهم والعكس صحيح. تماما دكتورة منى، منذ في 10 نيسان يعني 3 أسابيع بعد اندلاع الأزمة، قبل أن يدخل الجيش بأن يكون طرفا في هذا النزاع، تعرضوا إلى باص كان يذهب بإجازة ليأخذ الجنود إلى إجازة في بانيان، تعرضوا إليه وأطلقوا الرصاص عليه وأردوا 11 جندي بينهم ضابطين استشهدوا في هذه العملية، ولكنهم لم يكتفوا بقتلهم هذا اليوم، بل قتلوهم في اليوم الثاني عندما عرضوا صورهم على قناة شك التم الجزيرة وقالوا أنهم هؤلاء شهداء الثورة، قالوا أن هؤلاء الجنود وهؤلاء الضباط قد قتلوا من قبل الجيش لأنهم كانوا ينوون الانشقاق، فكلما سقط جيش أو رجل من الأمن كان يقول أن الجيش قتله لأنه إما يريد الانشقاق أو كان يرفض إطلاق النار على المتظاهرين. هذه الكذبة التي استمروا فيها على عام على الأقل أو عامين قبل أن ينتبه العالم ماذا يقولون، هذا الجيش العربي السوري الذين أهانوه في شرفه وعرضه هو عنوان التضحية والشرف في سوريا،
كانوا يتهمونه بقتل، اتهموه بالخيانة، اتهموه بالاغتصاب، بذبح الأطفال والنساء. يعني مهما قلنا في حق هذا الجيش ومهما فعلنا لن نفيه حقه. الحدث الذي حصل في خان العسل منذ أسبوع أو منذ يومين، أنت تذكرين؟ أنا بس عايزة، عفوا حضرتك كنت بعت لنا بس قصة العقيد الشهيد البطل مصطفى شدود، عشان بس يعني ناخد هذا الجزء قبل ما ننتقل للمجزرة اللي حصلت في خان العسل. فلو حضرتك برضو تدينا فكرة عن هذا الشهيد البطل، وأيضا يعني وضحت ان الجيش العربي السوري كان قد ايه بيحارب ارهابيين اتوا الى سوريا، والارهابيين دول تكفيرين اجانب ومسلحين واتوا من مناطق متفرقه. لكن نعم، نحب نتعرف معا ومع حضرتك في ذكرى، يعني نقدر نقول في ذكرى عيد الجيش السوري زي ما حضرتك قلت 1 اغسطس، على قصه هذا الشهيد البطل مصطفى شدود. ساروي قصه هذا الضابط السوري. هذا الضابط السوري دكتوره منى، ككل سوري اصيل يعرف الكرامة والحرية معرفة حقيقية، ويعيشها كمبدأ وأسلوب حياة لا كشعارات لثورات مزورة، ثورات وهابية تكفيرية. هذا الرجل الذي خاطر بحياته عندما دخل إلى أحد أحياء ريف دمشق، وعندما اقترب من المسلحين وهو وجنوده سمعوا أنهم يتكلمون اللهجة السورية، فكونهم سوريون كان قبل أن يدخل الجيش كان يحاول أن يحاور هؤلاء المسلحين ليلقوا أسلحتهم، ليحاول إقناعهم بالعودة إلى حضن الوطن. هذا الجندي يترك سلاحه ويقول لهؤلاء عليكم الأمان، فقالوا له أنت تعال عنا. فقال له، يسأله هذا المسلح من وين؟ من سوريا. بيقول له أنا من سوريا، أنا من بلده. يقول له الضابط لك أنت أخي، مو أنت سوري، أنت أخي. يسألونه اترك سلاحك وتعال، فيترك سلاحه ويتجه إليهم ويقول نحن ما نضطكم، نحن ما بدنا نهدم البلد، نحن ما بدنا نضر حدا، أنتوا أهلنا، أنتوا أخوتنا، أنتوا أهلينا، هاي بيوتنا. فهذا العقيد الذي هو كمعظم ضباط الجيش السوري واجهوا هؤلاء المسلحون كما هذا البطل مصطفى شدود، كانوا السوريون والجيوش والجيش السوري في يمثلون أبوية هذا الرجل، وطنية هذا الرجل، وحرصه على الدم السوري. طبعا في نهاية هذا اللقاء مع هؤلاء، يعني يتم، لا نعلم ما نهاية هذا، ولكنه استشهد في نفس هذه المنطقة بعد أن خرج هؤلاء السوريين ودخلت جبهة النصرة، واستشهد في أسبوعين في نفس المنطقة تماما على يد جبهة النصرة المرتزقة التي أتت من خارج سوريا. ربنا يعني يرحمه ويعزي كل، يعني ويرحم كل الجنود اللي طبعا توفوا في هذه العمليات في سوريا، ونضم ليهم كمان اللي بيتوفوا دلوقتي في العمليات الإرهابية اللي بتحصل أيضا في سيناء لجنودنا وعناصر الجيش أيضا. والحقيقة هي نفس الاتجاهات زي ما احنا بنقول وبنأكد، انه نفس التوجه، نفس الأعمال اللي بتتعمل هي نفس النظام، نفس الأسلوب هو فتاوى بقتل الجيش، بيقتلوا الجيش، بيحاولوا يخونوه، وهذا الأمر هو ما حدث في سوريا بالضبط، وبيحاولوا يعملوه في مصر. لكن إن شاء الله ربنا يسهل كده ويقضي على كل هذه الأعمال الإرهابية سواء في سوريا أو في مصر إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إحنا برضو قبل، معلش يعني، نتحدث مع حضرتك أيضا عن ما حدث في مجزرة خان العسل، وأيضا طبعا مش عايزين ننسى أنه في الآب الإيطالي اللي بيقال أنه تم اغتياله، لكن أنا لا أعلم إذا كان هل فعلا ولا اختطف اختفى قتل. انا كنت تقريبا قريت حاجه في يورو نيوز، لكن خلينا الاول ما حدث في خان العسل. حدث بالامس يا استاذ جوني، اول امبارح، قبل امس، اول امبارح. نعم طبعا انت تتذكري دكتوره منى، احنا تحدثنا كنا عن هذه القريه الصغيره التي تقع في الريف الحلبي، كانت قد تعرضت باول اذار لقصف صاروخ يحمل مواد كيميائيه، وادت الى استشهاد 30 من المدنيين والعسكريين، وكنا قد عرضنا مقاطع لهذه الجريمه على برنامجي. وبعدها اتت لجنه تحقيق دوليه في وقامت بالتحقيقات والشهادات، وقالت وقد صرحت كارلا ديل بونتي وهي كانت عضو في لجنه التحقيق المستقله التابعه للامم المتحده، أن هناك أدلة دامغة أن مسلحي المعارضة هم من قام باستخدام غاز الأعصاب السارين. طبعا قامت الدنيا وما عادت، واتهموا كارلا ديل بونتي بالتواطؤ، ولكن بعد يعني أشهر من الأخذ والرد بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وافقت أخيرا الأمم المتحدة منذ 4 أيام فقط، وافقت على إرسال مبعوثين خاصين للتحقيق في استخدام الكيماوي في خان العسل. فما كان رد هذه المجموعات المسلحة أن اقتحموا هذه المدينة بالآلاف من المجرمين التكفيريين، وقاموا بأسر العشرات
ما يقارب 150 من المدنيين والعسكريين، وهناك مشاهد لفيديو أنا لم أعرضها لك، وهم أسرة، هم أسرة حرب. بعد أن جمعوهم قاموا في وضعهم وقاموا في إعدامهم جميعا، إعدام ميداني لأكثر من 150. هذا الأعمال وقد اعترفت عصابة لواء أنصار الخلافة، وقد قاموا بالتمثيل بالجثث وإدرام النار في هذه الجثث. هؤلاء من يريد الغرب أن يؤيدهم، هذه العصابات من يقوم بعض الليبراليين وبعض المثقفين للأسف في العالم العربي وبعض الإعلاميين ما زالوا يعتقدون أن هؤلاء هم الأحرار الذين يقاتلون الجيش العربي السوري. وهذا الجيش العربي السوري الذي هو من كل القرى وكل المدن وكل الأرياف يتهمونه بالخيانة وبالعمالة وبقتل الشعب. فهذه المشاهد التي ترينها أنت يعني اليوم تعرضينها، هذه المجزرة حصلت فقط أمس قبل أمس. كانت الحصيلة قد إيه تقريباً يا أستاذ جون؟ 150 بين ميدني وعسكري، يعني مجزرة جماعية بكل معنى الكلمة. ولم نسمع أي أحد، طبعاً قام الائتلاف وندد بهذا العمل وأن هذا العمل هذا عمل فردي لا يمثل المعارضة السورية. كل ما يحدث في كل الإجرام الذي يحدث في سوريا يقولون أنه أعمال فردية، يعني أصبح الثورة كلها أعمال فردية. فلا نعلم يعني كيف لهذا العمل أعمال فردية يتقتل فيها 150؟ نعم 150 من مدنيين. يعني هو ده عمل فردي، يعني ازاي يبقى عمل فردي؟ يعني فرد هو اللي قتل 150 ولم يكونوا هم سلموا انفسهم، وفي فيديوهات تعرضهم وهم يسلمون انفسهم، يعني هم اسرى حرب. يمكن ان تتفاوض معهم، يمكن ان تؤسرهم، ان تفعل ما تشاء، ان تقوم بذبحهم بهذه الطريقه البشعه. هذا يعني ضد القانون الانساني. كيف هذا العالم ان يقف صامتا امام هذه المجزره؟ ربنا يعني يفتح عيون الناس دي كلها والمنظمات اللي قاعده بتتكلم على انه بشار من يفعل هذا، انهم يشوفوا الحقيقه ويشوفوا ان كل اللي بيحدث ده هو بسبب هؤلاء العناصر الارهابيه اللي بتدخل اللي دخلت واللي للاسف الشديد ما فيش في همها غير القتل والخطف والسرقه والنهب ويعني برضه في النهايه لا وطنيين، هذه الجماعات لا وطنيه. وان يعني كل الفيديوهات اللي بتاكد ان في ناس غريبه من شيشان ومن القاعده ومن كل ده، مش قادره افهم ازاي العالم وازاي امريكا وازاي كل الدنيا مش شايفه هذه الامور بالرؤيه الصحيحه. يعني هذا الامر يعني نتمنى ان يكون يعني في صلاه قويه من اجله. طيب بالنسبه للاب، الاب باولو، وعايزه برضو اعرف من حضرتك لان كان في يورو نيوز فيديو بيقول انه قتل، فلكن ربنا يكون يا رب ما يكونش يعني ده صحيح. فما المعلومات اللي عند حضرتك ومن هو الاب باولو؟ الدكتور منى، الأب باولو هو أب وكان موجود في حمص منذ بداية الأزمة، وكان يخرج على الإعلام المغرض يوميا، وهو يعني نحن لم نفهم ما هو يعني توجهاته، لكنه كان داعم للثورة وداعم للحراك، وكان يتهم الجيش العربي السوري بالإجرام. ومع ذلك طبعا هناك العشرات مقابل هذا الأب كانوا يتحدثون أن الإجرام كان يحصل من العصابات المسلحة، لكن الأب باولو تحديدا هذا الأب الإيطالي كان مساند للثورة وللثوار، وكان يتكلم ويدعمهم بشكل تام. أصبح له عام يعني صمت، لم يتحدث، فقد يكون قد صحي ضميره أو رأى ما يحصل وما هي الحقيقة في سوريا. ومن ثم سمعنا بخبر خطفه من قبل جبهة النصرة، يعني جبهة النصرة الذي كان هو يهلل ويكبر لها خطف صوته. أنا لم أسمع ولم أتأكد أن كان قد تم اغتياله، ولكن إحنا نرجو من الله أن يطلق سراحه وأن يسلموه لأقرب نصر الجيش ليتم عودته سالما. لا ليس لدي أي معلومات إن كان قد قتل فعلا أو هو ما زال مخطوفا، ولكن جبهة النصرة أعلنت خطفه. جبهة النصرة تخطف الجميع اليوم، من هي تقاتل الأكراد الذين كانوا واقفين منهم معه ومنهم ضد، وتقاتل ما يسمى بجيش الحر، وتقاتل ما يسمى بالدفاع الوطني. جبهة النصرة تريد أن تقيم خلافة إسلامية في سوريا، والجميع هم أعداؤها من جميع الطوائف. من يقف في وجههم يريدون ذبحه وقتله، وهم طبعا لديهم أبو سقار آكل لحوم البشر الذين يتفاخرون به، ونحن لدينا العقيد الشهيد مصطفى شدود الذي نتفاخر به. أنا سمعت أن هذا الشخص أستاذ جوني، عايزة أتأكد من حضرتك، كانوا ناشرين صورة بشعة جدا لشخص مقتول وبيقولوا أن هو ده الشخص اللي كان فتح صدر جندي واكل قلبه واعضائه. نعم. هل فعلا هو هذا الشخص قتل؟
يقولون ذلك. يعني انا ما ممكن ان يعني يكون عندنا ادله يعني، بس انه انا رايت مشهد له وهو مقتول في حمص. طبعا تم تحرير الخالدية ومعظم حمص الان في حضن الدوله، والكثير من ارياف ادلب وارياف درعا. يعني الجيش السوري ما زال يتقدم وما زال يثبت انه جيش وطني وعقائد وانه سينتصر على الارض. فنعم رايت مشهد لهذا ابو الصقار وهو من طبعا ده معلش متاخر شويه، بس معلش بعتذر ان اتاخرت الصوره شويه. ده الاب باولو اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وانه طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان بنتمنى، طبعا حضرتك بتقول ان هم اعلنوا ان هم خطفوه او مسؤولين عن خطفه، وبنتمنى ان يكون بخير، ولو ان احنا لغايه دلوقتي طبعا كمان مش عارفين اي حاجه عن المطارنة اللي تم خطفهم قبل كده الحقيقه، والاثنين شمامسه او الاثنين رهبان. نعم، ما زالوا مختطفين الأربعة، وهناك عمليات خطف تقوم اليوم في 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 شمال سوريا في هذه الأراضي التي هم يدعون أنها أراضي محررة. عنف واغتصاب وكفر لا طيب. يعني السوريين لا يعني لم يعودوا يطوقوا هذه، وهم يعودون يريدون الدولة أن تقوم بتطهير والضرب بيد من حديد ليتخلصوا من هذا الورم الخبيث الذي يضرب الشمال السوري. بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا علمت أن كنت حضرتك في لقاء مع حد من الكونجرس، وأنه كمان بتسعوا بمساعي جيدة جدا لإظهار الصورة الحقيقية، وحضرتك بتذكر برضو أنه أعتقد أنه هيكون في اجتماع ما بين أوباما وبوتين يوم السبت اللي جاي بإذن الله. أنا أعتقد أنه كان يوم السبت، بس أظن أنه تم تأجيله، هو سيجتمعون في الرابع والخامس من أيلول القادم اللي هو سبتمبر. لا طبعا في، لان انا لم استمع لاي شيء، فانا لقيت حضرتك فحبيت برضو نتاكد. طيب لكن خلينا للموقف الحالي، هل في اي تغيير؟ هل في اي امل بان انه يكون في تغيير في رؤيه العالم، مش بس الاوروبي والامريكي، لما يحدث في سوريا؟ طبعا يعني هو كلها معادلة التي تقوم على الأرض. الجيش السوري يتقدم في كل المناطق، وأصبحت أمريكا مجبرة. أنا قلت لك في الأسبوع القادم، عفوا السابق، أن أمريكا يعني إن كانت تريد شيئا تحاول أخذه كله، ولم تستطع أخذه تأخذ نصفه، ولم تستطع نصفه تأخذ ما تقدر عليه. أمريكا الآن مجبرة، وقد أجبرت هذا الائتلاف المعارض بقيادة أحمد جربة منذ ثلاث أيام عندما كانوا هنا في زيارة لكيري في واشنطن، أجبرتهم على القبول بالتفاوض مع الحكومة السورية بدون أي شروط مسبقة. هذا الشيء الذي هم رفضوه في أكثر من عامين ونصف، الذي كان بإمكانه أن 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 يعني يقلل هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والوفيات. نعم، ولكن طبعا ما حصل في على الأرض السورية أنهم يخسرون الشعبية. الشعب السوري بأكمله اليوم هو مع الدولة ومع يريد يعني هل في هيكون في سجون، يعني هيكون في فعلا كده محاورات سياسية وتحاور، ولا يعني حضرتك بتقول أجبروهم، لكن هل تمت الاستجابة؟ هل في ترتيبات؟ هل في مواعيد؟ هل تم بالفعل أي مبادئ حوار؟ يعني أنا برأيي أنهم اختاروا أحمد جربة بدل من الصباغ الذي كان المدعوم القطري، اختاروا المدعوم السعودي لرئاسة هذا الائتلاف، ومن ثم يخرجون بعد أسبوع يقولون نحن سنقبل بالحوار وبجنيف 2. هذا تغيير في المخطط الأمريكي لسوريا وفي المنطقة كلها. أنا برأيي صمود مصر وسقوط يعني مؤامرة مرسية طبعا مؤامرة الأخوان وما يحدث اليوم في تونس لمقتل هؤلاء الجنود الأبرار، هذا كله يوضح ويكشف هذه العملية. فأمريكا لم يعد لها مصلحة، ونحن نقول هذا لكل أعضاء الكونغرس اللي نجتمع فيهم في كل المدن الأمريكية، أن هؤلاء الإرهابيين سيعودون إلى أمريكا وسيقومون بقتل والتفجيرات في أمريكا. هناك ما يقارب 500 من ما يدعون أنهم ذهبوا لسوريا من أجل عوامل أو دوافع إنسانية، هم يقاتلون وهم يتدربون هناك ويقاتلون. ففي النهاية ما أريد أن أقول أن الرئيس الأمريكي والسوري الذي كان المفروض أن يجتمعوا في الشهر المقبل ليناقشوا كيفية نهاية الحرب على سوريا، وأنا أتعمد أن أقول هنا الحرب على سوريا وليس في سوريا، أظن أنهم الآن سيجتمعون لأن يقولوا أو ليقرروا يعني ما نتائج يعني فوز الجيش العربي السوري على الأرض، وما هي آثاره وأفاقه في المستقبل. هذا الشيء أصبح واضح. يعني نتمنى أن تقوم هذه المبادرة بسرعة، نتمنى كما قالوا أنه بأول سبتمبر أول أيلول ستقوم المحادثات السلام، ونتمنى أن العالم يقف كف كما قلت منذ قليل، أن يقف يد واحدة في وجه هذا الإرهاب للقضاء عليه ولإعادة الأمن والسلام لكل الوطن العربي ولكل الشعب العربي بإذن الله.
بشكرك جدا أستاذ جوني عشي، متحدث بالنسبة بشكرك جدا للأخبار السورية ومدافع أيضا عن ما يحدث في سوريا والتوضيح للمجتمع الأمريكي، مجهودات تشكر عليها جدا. بنكرر طبعا تحيتنا للجيش العربي السوري بمناسبة عيده في الأول من أغسطس غدا بإذن الله، وإن شاء الله يا رب يجي العيد القادم أغسطس 2014 ويكون انتهى هذا الإرهاب من سوريا، وده أملنا وعشمنا إن شاء الله، ويكون فعلا يصلوا لهذه المحاورات السياسية اللي المفروض أن الكل يتفق عليها حتى يعني يتوقف هذا النزيف من الدماء السوري للشعب السوري، كل يوم والتاني مجازر ويتقال أعمال فردية، ربنا يرحمهم بجد، ومحتاجين فعلا صلوات قوية. وطبعا احنا دلوقتي بنصلي من أجل مصر وسوريا عشان فعلا اللي بيحصل، لانه الاثنين فيهم ارهاب دلوقتي، وانه الجيش المصري بيستعد لمحاربه الارهاب، ربنا يكون معاه. طيب احنا برضو عندنا بعض الاخبار القبطيه، ولو اني كنت عايزه برضو احاول اطلع حضراتكم على بعض الاخبار اللي بتجي لنا بالنسبه لما يحدث الان في مصر، عايزين نحاول برضو نشوفها ايه اللي بيحصل والكلام ده كله. لكن خلينا يعني ان نقول على بال ما نشوف، نخلينا الاخبار نجمعها مع بعض مع الجزء اللي أنا وعدت حضراتكم بيه بالنسبة للأخبار الجرائد الأجنبية وماذا تكتب عن ما يحدث في مصر هذه الأيام، وأيضا الجرائد اللي وصلتنا بالنسبة للجرائد اللي هتصدر غدا بإذن الله، نقول برضو معاها لو في أي أخبار جديدة. لكن لو انتقلنا للملف الأخبار القبطية، عندنا البابا تاودروس بيلغي عظته للأسبوع الخامس ويلتقي سفير أرمينيا غدا. ما زالت طبعا في ظل هذه الأجواء وفي ظل التهديدات اللي وصلت لقداسة البابا تاودروس وفي ظل التطاول على قداسته والامور اللي بتحصل دي كلها، فمن الحكمه طبعا ان يتم الغاء الاجتماع للاسبوع الخامس على التوالي. وايضا هناك زياره كانت التقى البابا تاودروس بسفير أرمينيا بمصر ومطران الأرمن، وهذا اللقاء جمع بينهما، وكان معهم كمان المطران كيريكيور أغسطينوس، وده مطران الأرمن الكاثوليك في مصر بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون. هذه الزيارة اللي كانت مع مطران الأرمن ومطران الكاثوليك الأرمن السفير أرمينيا ومطران الكاثوليك جمعتهم في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وتم خلالها تناول العلاقة بين الكنيستين، والسفير الأرمني قدم طبق من فضة للبابا يحمل علمي مصر وأرمينيا بمناسبة مرور 20 عام على العلاقات المصرية الأرمينية. الكنائس المصرية بتطالب بالنص في الدستور على إطلاق حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين، والكنائس أيضا بترفض التأسيس للدولة الدينية وتطالب بحقوق الأطفال والمرأة، نفس الأمور اللي كانت الكنائس الثلاثة بتطالب بيها عند وضع الدستور الإخواني، دستور اتسلق ده. فبالتالي هناك مطالب كثيرة جدا. احنا يمكن مش مهتمين قوي باخبار الدستور، لكن الامور دلوقتي في لجنه الدستور الموضوعه اللي كانت بتتلقى من خلال ايميل ومن خلال ايضا ارقام تليفونات اقتراحات، وبتتلقى من كل الجهات اقتراحات بالنسبه للتعديل. لقيناهم انهم كان في تصريح انا قريته كده بيقولوا انه كل المواد قابله للتعديل، ونتمنى ده، واحنا بنحاول نشوف. الكنيسه برضو قدمت المذكره الخاصه بالدستور، جهات كثيره جدا، حقوق المراه والطفل وكله، واعتقد ان الكل بيتوافق معا الشعب المصري كله بعد ثورة 30 يونيو على انه مطلوب دستور مدني توافقي. تقدمت الكنائس المصرية الكبرى الثلاث الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية بمذكرة الى لجنة مقترحات الدستور، اقترحت فيها تعديل 40 مادة من الدستور الذي هيمن على صياغته تيارات الاسلام السياسي، جاء على رأسها الاعتراض على المادة 219 والتي تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب في مذاهب اهل السنة والجماعة، ودي المادة اللي اتحطت في الاعلان الدستوري اللي كان مفروض ان احنا كنا نتوقع انه ما كانتش تتحط، لكن مش مهم الإعلان الدستوري، قضيتنا دلوقتي الدستور. طلبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس للدولة أو تكرس لدولة دينية، كما طالبت بالنص صراحة على عدم جواز التمييز بين المواطنين وعدم جواز تأسيس أحزاب على أسس دينية وحماية حقوق المرأة والطفل والمعاقين وكفالة حرية العقيدة.
بشكل مطلق وحرية إقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية. اعترضت أيضا الكنيسة على المادة 4 اللي بتنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. اقترحت الكنائس نصا بديلا وهو الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، يتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. الحقيقة نص جميل جدا، أتمنى بجد فعلا اللجنة تأخذ بهذه النصوص، لأن من وضع هذه النصوص هم أيضا من يعني الكنيسة، استعانت بالكنائس الثلاثة، استعانت بخبراء في هذا المجال، وعشان يتم التوصل لمثل هذه الصياغه دي. واتمنى يعني بكل قوه ان اللجنه المكونه من العشره اللي حاليا بيدرسوا موضوع تعديل المواد الدستوريه ياخذوا بهذه الامور. الماده 81 تمارس هذه الحقوق والحريات اللي طالبت الكنيسه بحذف الجزء الثاني من الماده 81 اللي هو تمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور، باعتبارها بتفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقيد ممارستها على نحو يمس جوهرها. كان في التواءات كثيرة في الكلام اللي تم وضعه في الدستور، دستور 2012 اللي وضعه الإخوان والسلفيين طبعا. رفضت الكنائس أيضا مواصفاته بوحدية الثقافة وسطوتها على صياغة المواد الخاصة بالأسرة والمرأة. قدمت مقترحا بتعديل المادة 10 لينص على حماية المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأكثر احتياجا بما يكفل لهن حياة كريمة. أبدت الكنيسة اعتراضها على النص اللي هو في تعريب التعليم والعلوم، دي كارثة، كلنا كنا بنقول دي كارثة، وأعتقد أن شاء الله أكيد دي من المواد اللي هتم تغييرها. الأمر الذي قد يؤدي إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمي العالمي الذي يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية. فيش حاجة اسمها اتعرب الطب إزاي يعني؟ ازاي يعني؟ وازاي الناس اللي هي بتدرس دي عشان تعرف اي نوع من انواع الريسيرشز ولا الابحاث ولا التطورات في الطب تعرفه ازاي؟ ما هي باللغه الانجليزيه يعني. فطبعا ده كلام غريب جدا. الحاجة كمان الهامة أن طلبت الكنائس بالتأكيد على النص على مبدأ المساواة أمام القانون، التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، عدم التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. اعترضت الكنيسة أو الكنائس الثلاثة على نص المادة 129 باعتبارها بتعصف بحصانة القضاء واستقلال القضاء، وتحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية والقواعد المشروعية. وأعتقد أن أيضا القضاء كان قدم اقتراحه، المحامين، الصحفيين، مقترحات كثيرة جدا، وأن الكنيسة تهتم بكل هذه الأمور مش بس بالأمور اللي تخصها. أعتقد أن ده شيء هام جدا. كان من المواد أيضا اللي الكنيسة اقترحت نصوص بديلة المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام اللي هي 48-49. رفضت الكنيسة نصوص مواد الطفولة في الدستور المعطل اللي بتسمح بعمالة الأطفال. حرية العقيدة اعترضت الكنيسة على المادة 43 اللي نصت على حرية الاعتقاد مصونة، وصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في دستور 71. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم هم كانوا حريصين على انهم يحطوا جمل مفتوحة، جمل تحمل معنيين، جمل، لكن اعتقد ان شاء الله ان هيتم تعديل كل هذا. المفروض انها تتغير المادة دي الى حرية العقيدة مطلقة، حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون. وأيضا موضوع الأديان السماوية الثلاثة دي أتمنى أنها ما تتحطش، لأنه أديان سماوية، تحطش أديان سماوية ثلاثة على أربعة على اثنين على واحد، يعني نتمنى ده يعني برضو أن هنا تبقى فيه دقة يعني. الكنائس أيضا طلبت بحذف نص المادة 51 متعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات، وكثيرين جدا بيدعون لهذا الأمر، وأنه لا أحزاب على أساس ديني. فيش حاجة اسمها حزب النور السلفي، حزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمين، حزب مش عارف مين، حزب، ما فيش حاجة اسمها حزب على أساس ديني. ونتمنى أنه يحصل الحقيقة أنه كل الأحزاب دي يتم يعني يحظر إنشائها، وأن الأحزاب الموجودة دي كلها يعني يتم إنهاء يعني كونها أحزاب يعني.
تضمنت الاعتراضات أيضا الأمور اللي وصفتها الكنائس بالخلل في توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية في المواد 139 ومادة 150 متعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء. أنا سعيدة بأن الكنيسة يعني حقيقة حطت إيديها على نقاط كثيرة، مش بس النقاط الخاصة بالكنائس والعقيدة، لكن لأنه الكنيسة مؤسسة في دولة، الدولة دي إذا ما كانتش مظبوطة كل حاجة هتنعكس على أيضا الكنيسة. فأعتقد أن كل ده جعل الكنيسة تهتم بأمور بشؤون أخرى كمان وتبدي اقتراحاتها. رفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة 202. كان في طبعا يعني صلاحيات جميلة جدا للرئيس المعزول، يعني كانت محدودة عشان مرسي بالتحديد. استنكرت الكنائس عدم النص على حظر الإتجار بالبشر في المادة 73. اقترحت أنه يتم إضافة يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان والإتجار بالبشر. الكنائس أيضا رفضت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. أعتقد كان مهم أن أنا أسرد على حضراتكم هذه الأمور. إحنا هنشوف رد اللجنة على هذه الأمور، إيه النصوص، هنحاول نلقي الضوء. يمكن زي ما قلت حضراتكم إحنا شغلنا موضوع الاعتصام الآن وحرب الإرهاب، لكن الدستور ماشي، الأمور ماشية، فمحتاجين برضو أن إحنا نركز شوية مع الدستور. في طلب صلاة، وأتمنى أن كل مشاهدينا يصلوا من أجل مينا متري، وأتمنى برضو أن لو جت أي أخبار يتم نطلع عليها. الجماعات الإرهابية خطفت المواطن مينا متري 19 سنة وخطف من العريش، تم طلب فدية كبيرة، كان مفروض ظهر اليوم الأربعاء نهاية للمهلة وإلا قتلته. هذه الجماعات هي نفسها اللي كانت خطفت قبل كده المواطن مجدي لمعي، وكانت طلبت مليون جنيه، ولما ما قدرتش أسرته تدفع الفدية الإرهابيين ذبحوه وفصلوا رأسه عن جسده وألقوا جثته في مقابر الشيخ زويد. وطبعا كان قبليها اغتيال الأب الكاهن مينا عبود سكرتير الأنبا كوزمان مطران سيناء وسحله والتمثيل بجثته. نتمنى من كل قلوبنا ان يرجع مينا متري بألف سلامة يا رب، ويعني محتاجين صلوات قوية جدا من أجل كل الأقباط في مصر، اللي زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت انه للأسف الشديد فاتورة الأقباط أعلى من أي فواتير تانية، ما زالوا هم اللي بيدفعوا فعلا فاتورة كونهم مسيحيين وفاتورة الإرهاب وكل الكلام ده كله. فعلى عاتق المسيحيين الحقيقة يعني حمل كبير تقيل، لكن بأكد ان الرب يسوع قال ان هو هيشيل معانا هذا الحمل، ولازم ان احنا نكتف يعني نتكتف جميعا، ويكون في ركب ساجده، ويكون في صلاه قويه جدا 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 من اجل كل اللي بيحصل في مصر، وخصوصا للمسيحيين وحالات الخطف وحالات الاغتيالات والقتل وكل ده. كان قبل كده برضو في محاولة تفجير كنيسة ماري جرجس عفوا برفح ليلة العيد 2013، المحاولة أحبطتها القوات المسلحة. تلك الجماعات قامت بتهجير 12 أسرة قبطية من رفح، انتقلت منهم 7 أسر للعريش. لا يتوقف أمر تلك الجماعات الإرهابية على المواطنين المصريين الأقباط فحسب، بل تخوض تلك الجماعات حربا ضد الدولة، ضد القوات المسلحة، ضد الشرطة، وكل ده من 29/7/2011، وجميع هذه الأعمال الإرهابية مش بس وليدة اليوم. طيب خلينا بسرعة كده نشوف مع حضراتكم في البداية الأخبار اللي هي يعني أنا عايزة بس أشوف الأخبار اللي وصلتنا حاليا، لأنه أنا وأنا مع حضراتكم بنحاول أن احنا أيضا نلقي الضوء على أي أحداث بتحصل في الوقت الحالي، وزي ما اتفقنا أيضا هنلقي الضوء على الجرائد اللي حصل في الجرائد والجرائد الأجنبية أيضا في بعض المواقع الأجنبية، وماذا تقول عن أحداث مصر هذه الأيام. كان يعني في ان الاخوان بترد على اللي انا عرضته لحضراتكم في اول حلقه خالص، اللي هو بيان رئيس رئاسه الوزراء، بتقول ان هيكون في مظاهرات جديده الجمعه المقبله، ردا على القرار رئاسه الوزراء والحكومه بفض الاعتصامات. في مصادر طبية قالت إن شخص قتل وأصيب 10 آخرين في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السابق محمد مرسي بمحافظة الإسماعيلية. أعتقد إنه كده في واضح إنه في أمور لسه برضو حاصلة في محافظة الإسماعيلية. في مصدر أمني، وده برضو إحنا بنقول موضوع المصادر الأمنية، إنه أجهزة الأمن أرسلت قوات إلى ميدان الرابعة العدوية لفض الاعتصام مع استخدام أساليب شرطية جديدة لفض الاعتصام لتجنب استخدام الرصاص الحي إلا إذا اقتضت الضرورة لذلك، وإيمانا
لقيادات الداخلية بضرورة توخي الحذر في أقصى إلى أقصى حد، حتى لا تؤدي العملية إلى مزيد من الضحايا أو احتجاز الرهائن من سكان مناطق الاعتصام. طبعا في قلق، وزي ما بقول لحضراتكم احنا بنقول احنا تم التفويض للفريق ولا عبد الفتاح السيسي ولا الاعتصام ما بيتفضش ليه. الموضوع مش سهل، موضوع مش سهل أعزائي المشاهدين مع مثل هذه الجماعات، ونتمنى كل التوفيق الحقيقة لقواتنا المسلحة في فض هذا الاعتصام. طيب نبدأ مع بعض بالحقيقة الجرائد الأجنبية والكلام اللي كانت كتب بالنسبة للجرائد الأجنبية كلها، و انا بس مش عايزه ننسى ان هم يعني مش عارفه هيقعدوا لغايه ما يعملوا كحك العيد ولا لا، برضو موضوع اللي حضراتكم فاكرينه صفوت حجازي لما اعلن ان هم قاعدين لغايه العيد، وان هيتم السيدات الفضليات كانوا اقترحوا عليهم ان هم يجيبوا افران كهرباء عشان يعملوا الكحك، فاحنا كنا برضو عايزين نطمن على اخبار الكحك ايه. ومن اظرف التعليقات الحقيقه اللي قريتها الواحد بيقول يا ريت يا جماعه ما يفضوش الاعتصام قبل العيد، لان انا حاجز كرتونتين كحك من الاعتصام. فيعني طبعا يعني ده نوع من انواع كده الامور. كان برضو ابراهيم عيسى كان قال لماذا تاخر فض الاعتصام، الدوله لا تريد قتلى وضحايا امام شر جماعه الاخوان ورغبتهم في اراقه الدماء المتاجره بها. فده برضو كانت وجهه نظر. وعمرو اديب كان بيتساءل لماذا الحديث حول فض اعتصام رابعه سلميا بعد تفويض الجيش، واعتقد انه عمرو اديب ابراهيم عيسى رد كده والكل بيرد وبيقول انه الفكره كلها ان مش عايزين مزيدا من الدماء، مش عايزين حاجات تتصور للعالم كله ان هي دي الصورة اللي ان الجيش ولا الشرطة بيفضوا الاعتصام وبيضربوا المعتصمين السلميين، على الرغم طبعا من ان احنا زي ما قلنا لحضراتكم يعني حاجات كتيرة جدا موجودة بتثبت انه هذا الاعتصام ما هوش سلمي بالمرة. كم الاسلحة الموجودة، المعتصمين اللي بيتقبض عليهم وبيقول لك معتصم سلمي ونلاقيه معاه اسلحة، وايضا التقرير الامريكي اللي كتب انه اللي واقف على الاعتصام اللي هو بيفتش الناس كان معاه كلاشينكوف، فاعتقد يعني انه مش معقول سلمي. ولما منصه النهضه تعلن ان انضمام عناصر القاعده والسلفيه الجهاديه للاعتصام يبقى فين السلميه؟ كل دي امور اعتقد ان هي لا يمكن ان تكون سلميه بالمره. لو بدأنا نشوف بعض الصحف الامريكيه والجرائد الامريكيه والاجنبيه عموما ماذا تقول عن ما يحدث في مصر هذه الايام؟ وورلد تريبيون الأمريكية بتقول واشنطن لا تعتبر الإطاحة بمرسي انقلابا عسكريا ولن تعلق المساعدات. وأعرفنا قلت لحضراتكم على القرار بالنسبة لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتصويت بالأغلبية إن هم عايزين تستمر الإعانة المعونة لمصر، وده اللي ذكرته صحيفة وورلد تريبيون ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما قررت عدم تطبيق التشريع الخاص بوقف المساعدات، وايضا مشيرة في نفس الوقت الى قرار اوباما بألا تعتبر وزارة الخارجية الامريكية ما حدث في مصر انقلابا عسكريا، وانه ايضا زي ما قلت لكم هذا التصويت اللي تم على اعتبار انه هي تستمر يعني معنى انه تصويت باستمرار المعونة ده معناها اعتراف بانه اللي حصل ما كانش انقلاب عسكري. واشنطن بوست بتقول الإدارة الأمريكية فقدت نفوذها في مصر. انتقدت الصحيفة الأمريكية في افتتاحيتها موقف الإدارة الأمريكية من مصر، قالت إن واشنطن فقدت النفوذ فيها. أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس باراك أوباما كان حذرا في التعامل مع مصر ورفضت إدارته وصف ما حدث فيها بالانقلاب، لكنه دعا إلى الحوار من أجل وأجل تم تأجيل قراره بتأجيل أيضا تسليم شحنة طائرات الاف 16 إلى مصر كدليل عن عدم الرضا بما يحدث. رأت واشنطن بوست أن محو الإخوان المسلمين من المشهد السياسي المصري مستحيلا، رأت أن محاولة القيام بهذا أشبه باللعب بالنار، محذرة من أنه قد يخلق انقساما قد يضع مصر على الطريق نحو الحرب الأهلية مع عواقب وخيمة. يا جماعة هم مش عايزين حتى يتفاوضوا ولا رافضين كل ده، لأما مرسي يرجع لإما مفيش، لإما يبقى فيه إرهاب، يعني حتى هم رافضين ده. طبعا احنا بنحترم كل التقارير دي وإنه في صعوبة وكل حاجة ولعب بالنار، لكن الشعب المصري ما يتهددش والجيش والشرطة ما تتهددوش. النيويورك تايمز الأمريكية بتقول مساعده أشتون لم تكن معصوبة العينين خلال نقلها لزيارة مرسي. كان في ناس بتقول هذا الكلام، لكن النيويورك تايمز ومسؤولون أوروبيون أكدوا أنه كاثرين أشتون ما كانتش معصوبة العينين خلال ذهابها لزيارة الرئيس المعزول مرسي، وأوضحوا أنه تم نقلها بطيارة هليكوبتر بشرط ألا تكشف شيئا عن مكان مرسي.
ويصر الجيش على ان الحذر الشديد بشان مكان مرسي ياتي من الحرص على سلامته. يعني ده اللي هم بيقولوا. الاسوشيتد بريس بتقول ماكين زيارتنا لمصر تتضمن جهودا على صعيد عمليه المصالحه. السناتور الجمهوري البارز جون ماكين قال ان زيارته للقاهره اللي في خلال الايام اللي جايه برفقه زميله ليندسي جراهام الاسبوع المقبل ستتضمن جهودا على صعيد عمليه المصالحه في مصر. اوضحت وكاله الاسوشيتد بريس ان الرئيس الامريكي باراك اوباما طلب من عضوي لجنه القوات المسلحه بمجلس الشيوخ زياره مصر. وفقا لجراهام فان الزياره تهدف لنقل رسائل واضحه تشجع الجيش على المضي قدما في العمليه الديمقراطيه والتحرك نحو اجراء الانتخابات. الانديبندنت وروبرت فيسك اللي انا كنت بقول لحضراتكم هو اللي كان قال على انه اللي واقف بره في الاعتصام معاه كلاشينكوف. الجيش لا يزال يحظى بشعبية والمصريون أظهروا نضجا بعد 25 يناير. الكاتب روبرت فيسك كان تحدث في ضمن سلسلة مقالاته اللي بتصدر في الاندبندنت عن الأحداث في مصر عن زيارة كاترين أشتون ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالمعزول مرسي، وقال إن نهجها الهادئ كان سببا في وصولها إلى مرسي المحتجز في مكان سري. ويشير فيسك لأن أشتون لم تستطيع أن تقول ما الذي قاله مرسي لها، أو حتى إذا كانت قد نادته بسيدي الرئيس أو السيد مرسي أو فقط سيدي. ختم فيسك مقاله قائلا عن ثورة عام 2011 ونتيجتها السلمية نسبيا مقارنة بما حدث في سوريا أظهرت مدى نضج المصريين حتى بعد عقود من الحكم الاستبدادي، إلا أن الإخوان لم يظهروا نضجا مماثلا، وهذا ما يبرر أسباب حديث الجماعة مع مبارك بدلا من الوقوف في ميدان التحرير. أعتقد دي كانت يعني بعض الأمور اللي كانت من الصحف الأوروبية والأجنبية والتقارير. وفي برضو دلوقتي من الفجر، وده على مسؤوليتها لأن بعض الأحيان ما بتكونش الأخبار صحيحة، لكن بيقول هجوم مسلح على حراس بئر بترول أبو ماضي بالمنصورة. كان في برضو من الحاجات المهمه اللي احب ان فيها على حضراتكم الخبر اللي كان بيقول ان كان في تعدي على الملاحه في السويس. الخبر ده مش صحيح وتم نفيه، وتم التاكيد على انه ما يقدروش يوصلوا للحواجز ولا يقدروا يتعدوا الحواجز الامنيه اللي موجوده في بالنسبه للسويس. في برضو كلام عن امتداد الاحكام لبعض المحبوسين حاليا من قياده الاخوان المسلمين ل 15 يوم والكلام ده كله، واعتقد ان احنا متابعين هذا الامر وان هي في ظل التحقيقات. يعني كل هذه الامور اعتقد ان هي بتجري في ظل التحقيقات الحاليه. طيب عشان وفي اخر 5 دقائق كده بسرعه نحاول ان احنا نستعرض مع حضراتكم الجرائد، واول جريده معانا اليوم السابع. اليوم السابع دايما بنقول بتحاول ان هي تقدم في منتصف او في عنوانها الرئيسي، عنوان الرئيسي باسم ساعة الصفر، والكل منتظر ساعة الصفر بالنسبة لانه الحكومة بتقول النهضة ورابعة يهددان الامن القومي، تكليف الداخلية بمواجهة العنف، الاخوان تعقد مجلس حرب، والعريان يقود خطة اقتحام المخابرات الحربية. وكان في مسيرة راحت للمخابرات الحربية ورجعت، وكان في تحذير من انه اي اقتراب من منشأة حربية أو عسكرية هيتم التعامل معاه بالقوة. شيوخ مطلوبين أمام العدالة ودعاة متهمون بالسب والقذف، زي ما عملت جريدة الأخبار وجابت بعض الناس من القيادات الإخوان المسلمين وقالت wanted مطلوبين للعدالة. اليوم السابع جابت الشيوخ المطلوبين أيضا أمام العدالة. كمان ابن مرسي طبعا لما قال أبويا أو الفوضى، الحكومة زي ما احنا قلنا الأمور اللي هي بالنسبة للاستعدادات لساعة الصفر. مسيلمة الحداد المتحدث الإخواني شهرته في الكذب أصبحت عالمية، ويعني بيعادي دلوقتي المصريين اللي هو طبعا جهاد الحداد زي ما انتم شايفينه على الشمال. أيضا إحالة بديع والشاطر للجنايات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين. ولجنة الحكماء الأفريقية اللي زارت مرسي بتقول التقينا مرسي وطالبناه بوقف العنف 30 يونيو ثورة شعبية. المتحدث العسكري وتمرد في إفطار بتجهز له أو إفطار اليوم السابع. بالفعل تم إفطار وكان موجود فيه المتحدث العسكري وتمرد. من جريدة التحرير، جريدة التحرير صدر القرار فض رابعة والنهضة.
وده أول عنوان. مجلس الوزراء يكلف الداخلية بمواجهة قطع الطرق والإرهاب بالقانون استنادا إلى تفويض الشعب. وفي أيضا حقوقيون بيقولوا عدالة الإخوان عمالة الإخوان للغرب وراء الضغوط الدولية من أجل مرسي. وأيضا في بعض الحاجات اللي بتقول أشتون أكدت أن عزل مرسي أمر واقع ولا تراجع عنه، وأكدنا أنه في إحالة لبديع والشاطر للجنايات بتهمة القتل. والمحكمة أيضا أيدت حكم هشام أنديل سنة اللي كان نتيجة لأنه كان في قرار متاخد وما نفذوش، يعني ملوش علاقة بالأمور الحالية، لكن كده المفترض أنه هو يتم حبسه سنة. كمان أهل الفيوم بيطردون الإخوان من جنازة قتلى المنصة ويؤكدون يريدون المتاجرة بالجثمان. 12 هجوم مسلح على معسكرات للجيش والشرطة في سيناء واستشهاد جندي. نيابة المنصورة تأمر بحبس 28 إخواني بتهمة الاعتداء على الشرطة. سامح عاشور إصدار دستور جديد أفضل للجميع نتمنى. سر الزيارة المفاجئة لمكين ولانسي للقاهرة برضو بتكشفه التحرير، وهنحاول نقوله لحضراتكم يوم الجمعة. موظفو كنترولات الثانوية العامة يضربون عن العمل اليوم. ورئيس حكماء أفريقيا بيأكد أنها ثورة شعبية 30 يونيو. أبو العيلة ماضي الكتاتني أكد لنا أن 30 يونيو سيكون يوما عاديا. طب وانت يعني ما بتشوفش بنفسك عشان تتهم الكتاتني؟ 100 جمعية تتهم بديع بالمتاجرة بالأطفال في ربعة. وافتتاحية واشنطن بوست بتقول الفريق السيسي لا يستمع إلى اعتراضات واشنطن، وده جميل جدا. من جريدة الشروق وعددها الصادر غدا الخميس مصدر بيقول هموم الإخوان تتزايد بعد حديث أشتون بالنسبة لي عن استحالة عودة مرسي. الجماعة تحاول الاستقواء بأمريكا ظنا أنها ستتدخل لإعادة نظام المعزول إلى الحكم. فهمي بيقول أشتون لم تأتي بمبادرة مصالحة ولا حساسية في لقائها مرسي. وزير الخارجية اتصلت بوزير الخارجية الأثيوبي بمجرد أن توليت المنصب وهناك لقاء مرتقب لمناقشة أزمة السد. طبعا الحكومة مش ناسية أزمة السد. المفاوضية الأوروبية أشتون لم تنسحب من مؤتمر البلدردعي وغادرت الالتحاق بطائرة، وده يمكن احنا يعني أكدناه، يعني الموضوع مفهوش انسحاب. نشطاء يرصدون أخطاء الترجمة الفورية في مؤتمر أشتون والبردعي، وأعتقد كان في اعتذار بالنسبة لأنه في فعلا كان بعض الأخطاء بالنسبة للترجمة الفورية اللي كانت في هذا المؤتمر. المترجمة ذكرت الرئيس السابق وخريطة الطريق رغم عدم إشارة المسؤولة الأوروبية لذلك حرفيا، وده أهم نقطة. وفد الحكماء الأفارقة يلتقي مرسي في مقر احتجازه. و أيضا هناك بعض الأخبار اللي بتقول أنه وجودنا في مصر ليس عقابا، ليس لدينا أفكار لفرضها على المصريين، وأنا مش واخدة بالي معلش مين اللي بيقول هذا الكلام. لكن عموما دي كانت زي ما حضراتكم شفتوا الصحف اللي كنا زي ما بنقول يعني إيه واخدة الإطار برضو لتغطية أشتون، لتغطية أنه فض الاعتصام، الكلام ده كله. ويعني إحنا يمكن عرضنا أمور كثيرة جدا، مش عارفة إذا كان في حاجة جديدة قبل ما أختم مع حضراتكم. لكن كان في ندب المستشار شيرين فهمي للتحقيق مع النائب العام السابق وقضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال في ظل التحقيقات. في كمان قضاة يرفضون عودة باجاتو للدستورية وبيقولوا إن المفروض يتحقق معاه في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية. أعزائنا المشاهدين حاولنا نغطي لحضراتكم كل الأحداث. الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل النهاردة بالليل، بكرة الصبح هل يكون فض الاعتصام في القريب جدا. نتمنى من كل قلوبنا إن ما يكونش فيه يعني إسالة لمزيد من الدماء، من دماء المصريين سواء هنا أو هنا. نتمنى إن ربنا يهدي كل الناس اللي واقفين في رابعة وفي نهضة ويعرفوا إنه اللي حصل خلاص ثورة شعبية وإنهم يرجعوا بيوتهم، وإنه النساء والأطفال كمان بالتحديد يرجعوا بيوتهم. نتمنى الأمن والسلام والطمأنينة لأجل كل الشعوب خاصة مصر وسوريا، والصلاة بكثرة وبقوة من فضلكم من أجل الأحداث. ربنا هو اللي ماسك زمام الأمور كلها في إيده، وإن شاء الله ربنا هيحل بالسلام والأمان والطمأنينة على كل الشعوب العالم وبالتحديد مصر وسوريا. ألقاكم يوم الجمعة القادم وما وراء الأحداث. إلى اللقاء.